ممكن تجي لي انا عيانه حامل وعندها سكر، او دكتور بتاع البطنه تروح لواحده ست عندها سكر وبعدين تحمل، فمحتاجه ان احنا نعرف نمانج البيشنت دي كويس. تعالى اول نتكلم كلمتين كده عن البيز بتاع موضوع الدايابيتس. اصل الموضوع ده ايه؟ بص، احنا كلنا عندنا في غده اسمها اندوكراين الاورجن كده اسمه البنكرياس، ربنا خلقه لنا عشان يعمل وظيفه واحده، وقت ما يدخل جسمنا جلوكوز، الجلوكوز ده عايزين نستفاد منه سيمبل كده، الجلوكوز عشان يدخل جوه السل، والسل دي تعرف تستفاد منه البنكرياس، بيفرز لنا حاجة اسمها الانسولين. طبعا اشطر مني وتعرفوا الموضوع ده كويس في البطنه. الانسولين هو بيدخل الجلوكوز الى داخل السل، بيدخل معاه البوتاسيوم. طب ايه اصل مرض السكر الدايابيتس؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل سيمبل كده، يا اما الانسولين ده ما بيشتغلش مش موجود، البنكرياس خلاص حصل له اكسكلوجن البيتا سيل اوف ذا بنكرياس وبطل يطلع انسولين، وبالتالي الجلوكوز يفضل يزيد 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 في الدم، والخليه موجوده هنا جعانه مش عارفه تستفاد من الجلوكوز ده، فالشخص يبقى عنده في دمه جلوكوز كتير اسمها هايبر جلايسيميا، وفي نفس الوقت مش عارف يحرق او يستغل الجلوكوز ده. طيب عشان كده حل الناس دول ان احنا نديهم انسولين. افرض كنا زمان بنسميه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، النوع الاولاني ده كان بيسموه تايب 1 اللي هو انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس الاسم القديم. النوع الثاني بيسموه اللي هو نون انسولين ديبندنت اللي بنسميه دلوقتي تايب 2 دايابيتس. ايه اللي بيحصل فيه؟ الانسولين موجود والانسولين كتير وطالع من البنكرياس. المشكله في حاجه اسمها ايه بقى؟ السنسيتيفيتي اوف ذا انسولين، يعني حاجه هنا موجوده على سطح الخليه كده بيسموها انسولين بيحصل فيه حاجه اسمها ريزيستنس او السنسيتيفيتي بتقل، وبالتالي عشان نعرف نستفاد من الجلوكوز اللي موجود في جسمنا بتدي للست حاجه اسمها ايه؟ انسولين سنسيتايزر او اورال هايبوجلايسيميك دراج او حاجه بتقلل الانسولين ريزيستنس عشان الانسولين ريسبتور ده يعرف نستفاد منه ويفيدنا في دخول الانسولين الى داخل الى شغله، فيدخل الجلوكوز الى داخل الخليه ويحرقها فنعرف نستفاد منها ويطلع طاقه اي تي بي. ايه اللي بيخلي المرض ده يحصل اصلا؟ هو ديستربنس. الديستربنس ده بيمشي على ثلاث مراحل. اول مرحله لو انا الجلوكوز عندي كتير في الدم بيسموه هايبر جلايسيميا، والجلوكوز الكتير زي المره اللي كنا بنشرح في 5-1 كنا بنقول لكم ايه الترم اللي فات، في حاجه اسمها ماتيرنال تشينجز ديورنج بريجننسي، كنا بنقول فيها ان في حاجه عندنا في الجسم اسمها رينال ثريشولد، الكدني بتاعتي اللي هي المصفى الفلتر، المفروض لما الجلوكوز بيقعد يزيد 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 في الدم المفروض في الطبيعي انا ما ينزليش جلوكوز في اليورين، الا لو كم الجلوكوز زاد قوي، اكلت صينيه بسبوسه لوحدي نص كيلو قطايف لوحدي قعد يزيد الجلوكوز عندي في الدم وزاد عن الرينال ثريشولد اللي هو 180 مللي جرام بير ديسيليتر، لو زاد عن ال 180 يعني لو سكري وصل 200 هيبدا ينزل 20 مللي جرام بير ديسيليتر في البول، فده بيسموه جلوكوزوريا. في الحمل الرينال ثريشولد ده بيبدا يقل، بدل ما يكون 180 بينزل يوصل لحد 140. ال 140 ده معناه ان احنا لو الست الحامل شربت مثلا عصير وزاد عندها مستوى السكر في الدم عن 140 وصل 145 هيبدا ينزل عندها جلوكوز ان يورين. هل ده يعني ان الست عندها سكر حمل؟ لا، هي عندها جلوكوزوريا نتيجه ان الثريشولد او المستوى اللي الكيدني عندها بتفشل ان هي ترجع جلوكوز الى الدم
مستوى قليل اقل من النون بريجننت ستيت. عشان كده مجرد ما الست ما بتشرب حاجات مسكره، بتاكل وجبه فيها سكريات كتير، بيبدا ينزل عندها سكر في البول، وبالتالي دي حاجه ما ينفعش نعتمد عليها لتشخيص مرض السكر. الكلام ده كنا قلناه في 5-1. طيب في غير بقى الحمل، هو الهايبرجلايسيميا دي مشكلتها في ايه؟ مشكلتها ان هي بتعمل حاجه اسمها ترايوباثي. ايه الترايوباثي ده؟ اللي هو المايكرو انجيوباثي. بيبدا يتراكم السكر ده، يتراكم او يترسب، فيعمل لنا حاجه اسمها ريتينوباثي. كنتوا بتاخدوها في الاوفثالمولوجي الترم اللي فات، الترم قبل اللي فات 402. كان بيعمل حاجه اسمها نفروباثي. يعني ايه نفروباثي؟ يعني يبدا يحصل دامج للكدني نفسها. وكان يعمل حاجه تانيه اللي هي ايه؟ الارثروباثي. يعني ايه؟ يبدا يحصل مشاكل على مستوى الارتريز، مشاكل على مستوى الفينز، مشاكل على مستوى الاند اورجنز، تبدا تحصل فيها فشل. عشان كده يقول لك ايه؟ انا عايز ادي اعمل هديه لوالدي ووالدتي، لازم كل سنه لما يكبروا في السن ابدا اقيس لهم الضغط، ابدا اقيس لهم السكر، عشان اطمن الحاجات دول بيسموهم سايلنت كيلرز، اطمن ان الضغط والسكر بتاعهم متظبط، عشان الحاجات دي الضغط والسكر ربنا يحفظه بيبدا يبوظ الاورجنز سايلنتلي من غير ما نعرف. بيحصل في الناس دول كمان حاجه اسمها ايه؟ نيوروباثي. يعني ايه نيوروباثي؟ يبدا يحصل دامج للنيرفز اللي موجوده. طيب الانسنس بتاع الجستيشن دايابيتس هو 1 كل 350. ايه هو الريسك فاكتور لحدوث السكر اثناء الحمل؟ يعني في ناس بيكونوا عرضه اكتر من غيرهم يحصل لهم سكر الحمل ده. افتكروا احنا قلنا المره اللي قبل اللي فاتت في البري اكلامسيا، في ضغط الحمل، كنا بنقول ايه؟ الضغط يجيب سكر، والسكر يجيب ضغط، والأوبيس بس تجيب اثنين. تمام؟ فكنت لسه بقول لكم الضغط يجيب سكر. يعني ايه معنى كده؟ الهايبرتنسيف بيبل ممكن يحصل لهم سكر اثناء الحمل. الاوبيزيتي برضه، السن الكبير. ليه السن الكبير؟ زي نفس الفكره بتاعت الناس الكبيره في السن ممكن يحصل لها تايب 2 دايابيتس ميليتس نتيجه الاكزهوشن بتاعت الايه؟ البنكرياس، ونتيجه الانسولين ريزيستنس لما بتزيد. والفاميلي هيستوري، يعني اللي تقول لك احنا عندنا السكر وراثي في العيله. بريفيس ماكروزوميا، تقول لك يا دكتور انا الحمل اللي فات خلفت بيبي كان وزنه 5 كيلو. 5 كيلو ده وزن مش طبيعي، ازاي نوصل للوزن الكبير قوي ده؟ ممكن يكون كانت ست عندها ساعتها سكر وما تشخصتش. Unexplained intrauterine fetal death، تجي لك ست كده بقصه مشهوره جدا، تقول لك ايه؟ بص يا دكتور من اول شهر حمل، اول ما تجي لك وتقول لك انا عندي مشكله كبيره يا دكتور، انا عندي poor obstetric history، انا مسقطها 4 مرات قبل كده، انا قبل كده جبت طفل مشوه ومات بعد الولاده نتيجه ان عنده مشكله كبيره في القلب، ثقب كبير، والبيبي ما لحقش للاسف ياخد نفسه. طفل كان عنده سده رئويه، عنده حاجه اسمها ار دي اس ريسبيراتوري سيندروم، كان قاعد على التنفس الصناعي وتعبان. طفل انا كنت حامل فيه الجنين ده وفضلنا ماشيين كويس جدا طول فتره الحمل، وفجاه جينا على اول التاسع ما حسيتش بحركه البيبي، رحنا نعمل الترا ساوند لقينا البيبي متوفي. اسمها ايه؟ unexplained او sudden intrauterine fetal death. ستيل بيرث، يعني اتولد وهو ميت، مات اثناء الولاده. فيتال انوماليز وهنشرحها النهارده بالتفصيل. طيب الناس الريسك فاكتورز دول، يبقى من الاول خالص انت عارف انا لازم اعمل سكريننج كويس للموضوع. تيجي تزعل كده الحاج والحاجه، والحاجه ايه؟ تيجي في رمضان بتقول لك اقعد بقى ذاكر، اقعد على برنامج المايكروسكوبت ولا على الزوم، واقعد اعمل، تدخل تلاقيك بتذاكر على قاعد على ببجي او فاتح مسلسل بتشوفه على اللابتوب، تقول لك ايه؟ ده انت تعبتني، ده انت جبت لي المرض، ده انت عيتني. وممكن فعلا وتيجي تراجع كده الجمله وتفكر فيها بالراحه، عيتني او جبت لي المرض. انت عارف ان البريجننسي ده از دايابيتوجينيك؟ يعني ايه؟ يعني الحمل نفسه من الحاجات اللي بتخلي ان ممكن يحصل سكر نتيجته. ازاي؟ اسمع الحاجات دي اللي بتطلع من البلاسنتا وبتكسر الانسولين، اعداء الانسولين في الجسم. هيومن بلاسنتا لاكتوجين، اتكلمنا عنه 5-1، وكنا بنقول ساعتها ان هو ميس نومر، اسم غلط، هو ملوش دعوه باللبن. اللاكتوجين ده هيومن بلاسنتا لاكتوجين كل وظيفته بيطلع بيكبر حجم البيبي شويه عن طريق زياده ترسيب البروتينز في البيبي. الاستروجين والبروجسترون اعداء الانسولين، ده درجه ان في انزيم بيطلع مخصوص من البلاسنتا اسمه ايه؟ اسمه انسولينيز. انسولينيز يعني الحمل لوحده
ممكن يعمل للست سكر اه وده بيسموه جستيشنال دايابيتس ميليتس. الاهم من ده كمان بيحصل حاجه اسمها ايه بقى؟ اجريفيشن اوف دايابيتس. يعني ايه اجريفيشن اوف دايابيتس؟ يعني لو ست عندها سكر والسكر ده هي بتاخد له مثلا من قبل الحمل 20 وحده انسولين بير داي وجت حملت، انت عارف ان الكونديشن بتاعتها هتسوق وال 20 وحده دول ممكن يوصلوا يبقوا 40 وحده. انت متخيل؟ يعني الاجريفيشن او سوء الحاله بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان هي حملت لوحدها، عشان الحاجات الانتاجونيزم اللي موجود بيبقى الست لما بتجي لك وهي عندها السكر وماشيه على انسولين بتقول لها ايه؟ لا ده محتاجين نزود الجرعه بتاعتنا شويه. بلس ان اصلا تظبيط السكر بيكون صعب شويه اثناء الحمل، ليه؟ طول ما احنا بنتقدم في الحمل كل ما البلاسنتا بتكبر وتبدا تطلع انسولين انتاجونيزم اكتر، انتاجونيست اكتر واكتر زي الانسولينيز وخلافه اللي قلناه من شويه. الست بكل بساطه كده انت بتعمل حسابك ان مستوى السكر في الدم هيبقى رقم كذا، بس ما بتعملش حسابك هو لما هي بتشرب بينزل جلوكوز ان يورين فبيحصل جلوكوزوريا. فممكن الست بعد ما انت تكون عامل حسابك ان انت هتديها جرعات معينه من الانسولين كم الجلوكوز يبدا ينزل في البول وبالتالي يحصل لها هايبوجلايسيميا لو اخذت جرعه عاليه من الانسولين. بعد الولاده سيمبلي كده انت ولدت البيبي في السكند ستيج اوف ليبر، تيجي في الثيرد ستيج بتروح مولد البلاسنتا. الست اللي كانت ماشيه اثناء فتره الحمل على جرعات عاليه من الانسولين بدل ما كانت قبل الحمل ماشيه على 20 يونت انسولين بقت ماشيه ديورنج بريجننسي على 40 وحده. بعد الولاده ينفع تاخد ال 40 وحده؟ لا طبعا. ليه؟ كم الانسولين اللي انت بتديه ده كتير جدا على جسمها، انت شلت الانتاجونيزم كله بتاع الانسولين، انت شلت البلاسنتا اللي كانت بتطلع الحاجات الكتير ده، وبالتالي لازم نقلل الانسولين ريكويرمنت بعد الولاده. ماذا عن العكس بقى؟ effect of diabetes on pregnancy. لازم تركز كويس، لو انا اتسالت في الامتحان اورال بقى ام سي كيو كيسز على سؤال effect of diabetes on pregnancy عكس effect of pregnancy on diabetes. الاولانيه دي كانت effect of pregnancy on diabetes، يعني الحمل بيعمل ايه في السكر؟ ده العكس بقى. ست حامل قول لي السكر هيأثر على الحمل ازاي؟ على الفيتس وعلى الام وعلى البيبي بعد ولاده بيسموه نيونيت. نيجي على الفيتال كومبليكيشن، يقول لك دايما اطفال السكري دول بيكون اطفال كبيره، اطفال ضخمه. يقول لك لما تيجي تعمل الترا ساوند وتلاقي البيبي ده في الشهر السادس في الشهر السابع بيبي ضخم وميته حواليه كتير قوي، شك على طول الام يكون عندها دايابيتس، عامل زي مرض السيستميك لوبس كده. ممكن تشخص مرض الام عن طريق حاجه بتلاقيها في الالترا ساوند في البيبي، فالبيبي بيشاور لك على ان مامته فيها مشكله. تلاقي الفيتال ويت اكتر من 90th سنتايل او برسنتايل. ايه بقى حكايه السنتايل ده؟ احنا المفروض احجام البيبيهات مختلف من دوله الى دوله، من قاره الى قاره، من اثنيسيتي الى اثنيسيتي ثانيه، ريس الى ريس ثاني. يعني ايه؟ يقول لك الناس مثلا الايجيان بيبل بتاعت مثلا تشاينا وبتوع جابان، الناس دول احجام البيبيهات عندهم بتبقى احجام صغيره. الناس اللي موجوده في ساوث افريكا عيال بتاعتهم بتبقى كبيره وضخمه. فبنحط لكل بلد بنحط حاجه اسمها جروث كيرف او برسنتايل تشارت، يقول لك الطفل ده عندهم هم الطفل الصغير هو الطفل اللي هو غير طبيعي، يعني اللي يكون اقل من عندنا مثلا في مصر الطبيعي بتاعنا في وقت الولاده يكون الطفل من 2750 الى 3750 جرام، من 3 الى ربع الى 4 الى ربع. ده تقريبا رقم تقريبي. بيقول لك بقى لو في طفل اقل من ال 10th سنتايل بيسموه طفل صغير اي جي ار اللي خدناه الترم اللي فات 5.1 انترا يوترين جروث ريستريكشن. لو في طفل اكتر من 90th سنتايل بيسموه ايه؟ ماكروزوميا، طفل كبير لارج فور جستيشنال ايج، بيبي كبير وضخم. ايه سبب ان البيبي ده بيكون ماكروزوميك؟ تعالوا نبص مع بعض هنا على الرسمه اللي هرسمها لكم عشان نعرف نفهم الرسمه دي تتحفر في ذهنك عشان حاجه مهمه جدا. دي الام وده البيبي. الام دي نتيجه ان هي عندها السكر فيها عندها سهمين اهو،
السهم الاولاني انا احب اسميه الانسولين. هتقول لي يا دكتور انت ما بترسمش الرسومات دي قبل المحاضره ليه؟ معرفش، هي بتيجي في بالي كده وانا بشرح، كنت متعود ان انا اكتبها كده على البورد. بصراحه بفكر قبل الراوند دايما ايه السلايدات اللي ممكن تتكتب، بس ما بيجيش في بالي خالص. وانا بشرح بحب احرك ازاي المال برزنتيشن، مش عارف انا اشرحها ازاي، هتبقى صعبه جدا عشان لازم الواحد يبقى ماسك حوض وعروسه وبيحركهم وحاجات كده. الست اللي عندها سكر سيمبلي كده الجستيشنال دايبيتس او الانسولين دايبيتس ديورنج بريجننسي، ست عندها السكر وحملت، عندها مستوى السكر قليل، ايه اللي موجود عندها كتير في الدم؟ عندها هايبر ايه؟ هايبر جلايسيميا، يعني كم الجلوكوز اللي موجود في جسمها كم كبير قوي. متفقين على كده؟ هو الجلوكوز ده لما يبقى زايد 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 عند الام يعمل ايه؟ يروح من عند الام لمين؟ للبي اتجاه السهم ده، بيقول لك احنا هندي جلوكوز كتير من الام الى هو البيبي ده وهو جوه بطن مامته. عنده بنكرياس شغال ولا لا؟ شغال. وبالتالي نتيجة الهايبر جلايسيميا اللي عند البيبي، البيبي بقى خلاص احنا اتفقنا ان هو هياخد جلوكوز كتير من عند الام، وبالتالي الجلوكوز عنده هيزيد قوي. الجلوكوز لما يزيد عند البيبي يروح رايح على طول على البنكرياس ويقول له ايه؟ يا بنكرياس يا بتاع البيبي الحق والنبي طلع لنا ايه كتير؟ انسولين كتير. وده بيحصل نتيجه ان الام عماله تدي جلوكوز كتير للبيبي. طيب لما الانسولين بيزيد في البيبي ايه اللي هيحصل للبيبي ده؟ انتوا عارفين الانسولين ده از انابوليك ولا كاتابوليك هرمون؟ ات از ان انابوليك هرمون. يعني ايه انابوليك؟ انابوليك ده يعني بناء، يعني بيبني كتير. يعني ايه بيبني؟ يعني بيراكم في الجسم عندنا عن طريق الانابوليزم البناء بروتين وكربوهيدرات وفات. تخيل ست عماله تدي البيبي بتاعها جلوكوز 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 كتير، فالبنكرياس بتاعه عمال يطلع انسولين 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 كتير، يبقى البيبي ده بناء، جسمه عمال يتبني يتبني يتبني، هيبقى البيبي ده ضخم ولا لا؟ فبيسموه فيتال ماكروزوميا. تاني، الام اللي عندها انسولين قليل وانسولين انتاجونيزم كتير، حاجات بتكسر كتير في الانسولين، عندها هايبر جلايسيميا. الجلوكوز الكتير ده هيروح يعدل البيبي، يعمل البيبي هايبر جلايسيميا. الفيتس ده نتيجه الهايبر جلايسيميا يحصل له حاجه اسمها هايبر انسولينيميا، والانسولين الكتير ده يروح عامل نتيجه الانابوليزم هيبني بروتين فات وكربوهيدرات كتير، وبالتالي البيبي ده يبقى بيبي ضخم. الحاجة التانية المهمة قوي إن البيبيهات دول بيكون عندهم حاجة اسمها pathognomonic congenital anomalies. ست كده لما بتجيلك أول زيارة بنتفق كده إحنا هنمشي أثناء الحمل على تفهمها. أنت عارف لو عندك امتحان يقول لك ده الامتحان ده هيجيلك ام سي كيو، خلي بالك ده الام سي كيو ده هيجوا امتحان مدته 3 ساعات، تبقى أنت داخل prepared من الأول الامتحان، غير إن أنت تدخل ويقول لك إيه أنت عندك امتحان وخلاص. تدخل بقى وأنت عامل حسابك امتحان ام سي كيو تلاقي امتحان ده written، هتتلخبط. نفس القصه هنا، فاول زياره بتقعد بتقول للست خلي بالك انا السكر لو مش متظبط ممكن يحصل تشوهات في الجنين. ايه التشوهات اللي ممكن تحصل للجنين؟ بنقسمها الى نوعين، حاجه اسمها ذا موست كومن وحاجه اسمها ذا موست سبيسيفيك. يعني ايه موست كومن؟ لو حصل تشوه في الطفل بتاع الام اللي عندها السكري في الاغلب التشوه ده هيبقى تشوه في القلب، واكتر نوع تشوهات في القلب موجوده ذا موست كومن كونجنتال انومالي ان دايبيتس از VSD اللي هو اختصار ventricular septal defect اللي هو بيسموه بالبلدي كده ثقب في القلب، اللي هو الثقب في المكان اللي هو بيسموه interventricular septum بين الاثنين ventricles. طيب ايه هو الموست سبيسيفيك؟ يعني ايه موست سبيسيفيك بقى؟ لو شفت روح بسرعه دور في الام هتلاقي الام عندها في الاغلب هيطلع عندها سكر اصلا وهي مش متشخصه، اللي هو التشوه ده. يعني اغلب الحالات اللي عندها المرض اللي انا هقوله بيسموه سباينا بيفيدا او مشاكل في السباين في النيورال تيوب ديفكت، ان الست دي في الاغلب عندها مرض السكر. فبيقول لك ايه؟ ست عندها كودر ريجريشن سندروم، ست عندها سباينا بيفيدا، بسرعه اول حاجه تعمل نكست ستيب تعمل ايه؟ اتاكد الست عندها سكر ولا لا، عشان في الاغلب هيطلع عندها سكر. بيحصل حاجه اسمها سبونتينيوس ابورشن،
بيحصل حاجه اسمها سادن اي او تي. افتكرت هنا حاجه مهمه، كان بيقول لك ايه؟ ايه الفرق بين الانكنترولد دايابيتس ميليتس؟ يعني ست مش مظبطه سكرها في اول 3 اشهر حمل، وست مش مظبطه سكرها في اخر 3 اشهر حمل. ايه الاوت كوم، الفرق بين الاثنين ايه؟ بيقول لك في اول 3 اشهر يحصل سبونتينيوس ابوش، يحصل اجهاض، يحصل كونجينيتال فيتال مالفورميشن، تشوهات. انما في اخر 3 اشهر يحصل فيتال ماكروزوميا، يحصل سادن انترايترين فيتال ديث. ايه تفسير السادن انترايترين فيتال ديث؟ حتى كانوا بيقولوا زمان ايه؟ اكتر حاجه بتحصل في الدايابيتس سادن unexplained intracranial fetal death. تلاقي الست سكرها متظبط بالعافيه واحنا مظبطين كل حاجه والدنيا تمام، تيجي تزورك في العياده تلاقي فجاه حصل unexplained intracranial fetal death. بيقول لك في نظريات كتير بتتكلم عنها عشان تحاول تفسره، زي بالظبط ما اتكلمنا عن unexplained infertility، في نظريات برضو اتحطت تفسر الموضوع ده، اللي هو زي ايه؟ اول موضوع، موضوع الكيتوزيس. بيقول لك لما انا ما اخدش جلوكوز من بره ويبقى الانسولين موجود في جسمي عالي، فبعد شويه يحصل لي ايه؟ هايبوغلايسيميا، يحصل لي بعد فتره ستارفيشن كيتوزس، دايبيتك كيتو اسيدوزس. الكيتو اسيدز اللي موجوده ده في الجسم بيقول لك ليها دايركت توكسيك افكت على الفيتال هارت سيلز. تاني حاجه ممكن يكون متفسره، مش السكر بيجيب ضغط والضغط يجيب سكر، السكر ده عمل للست حاجه اسمها بلاسنتال انسفشنسي او عمل لها بري اكلامسيا. placental insufficiency يعني تدفق الدم اللي رايح البيبي ما بيبقاش كويس، او سيمبلي نتيجه الانوماليز، طفل يبقى عنده مشكله كبيره في الهارت او مشكله تشوه كبير فيموت فجاه. تعالوا على النيونيتال كومبليكيشن، مشاكل تحصل للبيبي بعد الولاده نشوف فيه مشكله. اشهر مشكله موجوده دايما فيهم ودايما بتبقى حاجه معضله في الامهات بتوع السكري الار دي اس، خدناه الترم اللي فات واحنا بنشرح البري تيرم ليبر اللي هو اختصار لكلمه respiratory distress syndrome. انا دلوقتي لما باخد نفسي inspiration expiration، هل لما باخد نفسي وبملى صدري لحد خالص الالفيولاي بتتملي هواء، لما اجي اعمل expiration هل اللنجز عندي كولابس بتقفل، الالفيولاي دي بتفضى؟ لا، بتفضل فتحه فتحه صغيره. ايه اللي بيخلي الالفيولاي دي ما يحصلهاش كولابس؟ ان جواها في ماده زيت زيتيه كده بتبطن الالفيولاي بحيث ما يحصلهاش كولابس. عارف زي ايه بالظبط؟ زي ان انا اجيب لك 1000 بالونه واقول لك ده في عيد ميلاد ليلي بنتي قريب، وعايزين ننفخ مع بعض ال1000 بالونه دول نوزعهم في البيت عندي. تحب انت واحنا بننفخ البلالين مع بعض انت اللي تنفخ بدايه البالونه ولا انفخ انا في الاول وانت تكمل؟ دايما اصعب حاجه ايه هي؟ بدايه النفخ، صح؟ اللي هو الحاجه مقفوله وهتبدا تتملي. اهو بقى الحاجه اللي ربنا خلقها اللي بريفنت البالونه دي تقفل خالص ونبدا من الاول ودي تتملي هي السيرفكتنت. السيرفكتنت كنا اتكلمنا ان هو 4 انواع الترم اللي فات، وقلنا اهم 2 اللي هم ليستين وسفنجومايلين، وفي حاجه ثالثه اسمها فوسفاتيدايل جليسرول، وفي حاجه رابعه اسمها فوسفاتيدايل كول. كنا بنقول ساعتها ان عشان تطمن ان البيبي ده اللنجز بتاعته ماتيور، ساعات بنمسك ابره كده، الابره دي بتدخل عشان ناخد عينه من الميه حوالين البيبي. للاسف سبتها في العياده، كان معايا ابره كده، الابره دي بندخلها عن طريق البطن وبنسحب من الميه اللي حوالين البيبي وبنحللها وبنشوف الليستين سفنجومايلين ريشيو قد ايه، هل في فوسفاتيدايل جليسرول ولا لا. احنا للاسف بقى افراز السيرفكتان بيتاخر في حالات الدايابيتس ميليتس، وبالتالي الاطفال دول بيكونوا عرضه اكتر من غيرهم ان يحصل لهم ار دي اس ريسبيراتوري ستريس سيندروم. حاجة تانية اسمها هايبوغلايسيميا، والحاجة دي على فكرة بتبقى ساعات قاتلة. تعالوا نرجع لنفس الرسمة اللي رسمناها هنا من شوية. إيه المنظر ده؟ الأم عمالة تدي جلوكوز كتير للبيبي. الجلوكوز كتير عند البيبي فالإنسولين كتير. هو بعد الولادة إيه اللي بيحصل كده؟ سيمبلي بيحصل حاجة كده مشهورة قوي اللي هي إيه؟ في حرف الإكس. هنقصها هنا. انت لما بتولد الست بتروح عامل ايه؟ ماسك على طول كده الوصله اللي هو بين البيبي وبين الام اللي اسمها البلاسينتا وبتقطعها، وبالتالي الجلوكوز اللي عند البيبي اللي عمال يروح اللي كان جلوكوز كتير هيبدا يقل. بس مين اللي كان عند البيبي كتير خالص خالص خالص؟ الانسولين. الانسولين لما يبقى كتير في مستوى دم البيبي وفي نفس الوقت انت قطعت البلاسينتا اللي بتدخل له جلوكوز كتير،
اللي هيحصل للبيبي ده بقى انسولين كتير ومفيش جلوكوز، يحصل له هايبوكلايسيميا. انت عارف هايبوكلايسيميا دي ممكن تموت الطفل، عشان كده انا بتفق على طول مع دكاتره الاطفال واحنا بنولد طفل دايبيتك لام دايبيتك بنعمل ايه بقى؟ بقول له خلي بالك الام دي عندها دايبيتس، هو عارف بقى بعد الولاده مباشره هيبدا يسحب للبيبي حاجه اسمها راندوم بلاد جلوكوز، راندوم بلاد شوجر، يسحب يشوف سكر البيبي ده اخباره ايه، ويستنى بعد ساعه يسحب السكر تاني، وبعدين يفوت 3 ساعات ويسحب السكر كمان، يقعد يتاكد البيبي ده مش هيدخل في صادن هايبوكلايسيميا نتيجه الانسولين الكتير اللي عنده، ولو حصل ساعات بيدي جلوكوز ساعات بيرضعوه بحيث ان البيبي ده ما يحصلوش ايه؟ اي كومبليكيشن اللي اسمها هايبوكلايسيميا يقل عن 30 ملي جرام بير ديسيليتر او 30 ملي جرام بير سانت. البيبي يتولد وعنده فيتال انوماليز اللي شرحناها من شويه، الموست كومن والموست سبيسيفيك، وقلنا الفرق بين الاثنين. البيبي يبقى عنده هاي ريسك اوف بيرث تروما، بتحصل ليه؟ طفل ضخم يبقى هو بيتولد تتكسر الكلافيكل، يحصل له انتراكرينيال هيموريج نتيجه ايه بقى؟ كسر في الجمجمه سكال فراكتشر، يحصل له ايربس بولسي نتيجه بريكال بلكسس انجري، يحصل له نتيجه ان هو ضخم كبير وانا بحاول اولده اروح تايس على السوفت تيشوز زي الليفر زي السبلين زي الكيدني ويحصل لها رابتشر فيحصل انترا ابدومينال بليدنج. عشان كده الاطفال دول بيبقى ليهم كات اوف فاليو، رقم معين لو زدنا عنه لازم الست ما تولدش ولاده طبيعيه عشان هيحصل كومبليكيشن. زي ايه؟ ايه الرقم المحدد ده؟ حاولنا نحط رقم كده قريب للواقع تقريبا. الامريكان كولج قالت اي ست عندها طفل كبير لو هي مش دايبيتك لحد وزن 5 كيلو جرام تولد طبيعي، اكتر من 5 لا. لو البيبي ده وزنه 4 كيلو خلاص احنا قللنا الرقم ده شويه، قلنا اي ست ما عندهاش مرض السكر لو البيبي وصل ل 4500 جرام يعني 4 كيلو ونص خلاص هتولد قيصري، لو عندها مرض السكر والبيبي وصل وزنه الى 4 كيلو لا تولد على طول ولاده قيصريه. ليه بقى؟ ايه الفرق بين الطفل ده والطفل ده؟ اشمعنى بتاع السكر هو اللي هيتحشر اكتر ويحصل له كومبليكيشنز اكتر؟ بيقول لك اكتر حته في جسم الطفل ده او في جسمنا كلنا فيها انسولين ريسبتورز هو الكتاف. الكتاف اللي موجوده دي فيها انسولين ريسبتورز كتير، الحته دي بيحصل فيها انابوليزم كتير، وبالتالي الاطفال دول كتافهم بتبقى اخبارها ايه؟ ضخمه. يحصل لهم مصيبه كاتاستروف اثناء الولاده. اللي اثناء الولاده يحصل ايه؟ نشوف منظر كده مرعب بيسموه ايه؟ منظر السلحفه، تيرتل ساين. يقول لك البيبي راسه تتولد لكن كتافه ما تتولدش. المنظر اللي عامل زي السلحفه كده، عارف تشوف راسها بس ما تشوفش كتافها، ليه؟ اصل الكتافه اتحشرت جوه، وده مرض بيسموه شولدر ديستوشيا او كارثه بتحصل في اوضه الولاده اسمها شولدر ديستوشيا، ليه؟ تتحشر الكتاف ونقعد نحاول نعمل مانوفرز لتوليد الكتاف دي زي ما هنشرح في المال برزنتيشن، الطريقه اسمها ماكروبرتس ماضيه اولون فور، حاجات كتيره طرق هنشرحها بالتفصيل بحيث نعرف نولد الكتاف دي ازاي. اصل الكتف لو فضل محشور فتره طويله يبدا يحصل حاجه اسمها بريكال بلكسس انجري. يحصل في البيبيات دول هايبوكالسيميا، يحصل في البيبي دول هايبر بيليروبينيميا. ايه تفسير البيليروبين يبقى كتير؟ احنا بنكسر في دم البيبي، البيبي ده بعد ما يتولد بيبي ضخم عنده دم كتير، الدم كتير ده عنده بوليسايثيميا ريد بلاد سيلز كتيره قوي، تبدا تتكسر دمه خلاص عشان نرجع لمستوى الطبيعي. كنتوا بتاخدوا في الاطفال كان يقول لك ايه؟ لما الدم بيتكسر يطلع هيم وايه؟ وبيليروبين يقلب بيليفيردين، صح؟ الهايبر بيليروبينيميا دي ممكن تدخل بيبي في جوندس. طب ايه الماتيرنال كومبليكيشنز؟ مشاكل تحصل للام بقى اللي عندها السكر. خلال الحمل احنا شرحنا من شويه يحصل ابورش، الضغط يجيب سكر والسكر يجيب حمل، يحصل الست بري كلامسيا، يحصل لها اكلامسيا. افتكر على طول ان الطفل الضخم محتاج بلاسينتا ضخمه تاكله، عشان كده انت محتاجه لارج بلاسينتا اللي ممكن تكون تحت فتبقى اسمها بلاسينتا بريفيا. بولي هيدرامنوس، بيبي ضخم يتبول تبول كتير، عشان هو ضخم وكبير يبقى اكيد الكيدنيز عنده شغاله اكتر من الطبيعي، وهو عشان هو كبير تعرف تصرف كميه غسيل الدم الكتير اللي عند البيبي ده فيحصل بولي هيدرامنوس. هو بولي هيدرامنوس ده مشكله؟ اه ده درس انتيتي لوحده. مشكله يحصل ان الست دي نفيفر الانفكشن عندها. لو تفتكروا احنا بنشرح في الفايف وان الفولفو فاجينايتس او فولفو جاينال كانديديزس كنا من او مونيليزس كنا بنقول ساعتها ايه؟ من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل الكانديدا الريسك فاكتورز اكتر البريجننسي
الدايبيتس، الست دي عندها الاثنين مع بعض، حامل وعندها كمان دايبيتس. خلال الولاده يحصل بري تيرم ليبر، ليه بقى؟ طفل كبير ضخم وبالتالي يتولد بدري. سبونتينيوس بري تيرم ديليفري. حاجه ثانيه يحصل حاجه اسمها برولونج ليبر. ايه برولونج ليبر ده؟ فتره الولاده تاخد اكتر من وقتها، واحنا بنشرح ان شاء الله المره الجايه هناخد حاجه اسمها ابنورمال يوتراين اكشن. فتره الولاده حصل فيها تعثر، حصل مشكله. حصل شولدر ديستوشيا. يعني ايه شولدر ديستوشيا او شولدر ديستوكيا؟ ان الكتاف تعلق زي ما قلت لك من شويه، وهنشوف صوره كده كمان شويه اسمها تيرتل ساين. بيرث كانال انجري. طب البيبي الكبير ده نزل وربنا ستر الحمد لله، هو ما اتعورش، يعور مامته. يبدا يحصل اي انجري في كل الفيميل جينيتال تراكت، وهنشرح كده واحنا بنشرح المره بعد الجايه في الكومبليكيشنز اوف ليبر، مشاكل الولاده. في حاجه اسمها ابنورمال ثيرد ستيج، ابنورمال ثيرد ستيج كومبليكيشن، لا في مشكله في الثيرد ستيج تكتشفها. تكتشف ان حصل للست تروماتيك بوست بارتم هيموريدج، اتعورت في السيرفكس، في الفاجينا، في البرينيوم، حصل رابتشر يوترس نتيجه البيبي الضخم اللي مش عايز ينزل. يحصل حاجه اسمها اتونيك بوست بارتم هيموريدج، نزيف ما بعد الولاده نتيجه ارتخاء الرحم. ليه الرحم مش عارف ينقبض؟ اصل البيبي كان كبير وضخم قوي قوي، وبالتالي حصل اكزوشن ليوتراين ماسلز. يحصل بيربرال سبسس، حمى النفاس. ايه سبب الانفكشن اللي بيحصل بيربرال سبسس ده؟ هناخد بالتفصيل واحنا بنشرح بيربرال سبسس في اخر راوند الترم ده. يحصل بريست انفكشن وفيلير اوف لاكتيشن، مش عارفه ترضع، مستوى السكر عندها. احنا بنشجع الست دي ان هي ترضع، رضعها كتير. ليه؟ السكر نفسه بينزل في اللبن، فانت مش هتحتاجي كميه الانسولين الكتير اللي عندك. طيب المرض ده كانه درس بطنه بالظبط، زي ما احنا شكرا زي ما احنا عملنا في البري كلامسي قبل كده. كنا بنقول ايه؟ بنراجع الهيستوري، فتلاقي الست تقول لك ايه، والله يا دكتور انا من قبل الحمل عندي السيمبتومز بتاعت الدايبيتس. فاكرين في البطنه كان بيقول لك ايه؟ اربع حاجات بيقولوا ان الشخص ده معرضه للسكر او احتمال يبقى عنده سكر، لو سمحت حلل له شوف مستوى السكر في الدم واخباره ايه. يقول لك بوليديبسيا، بوليفيجيا ويت لوس. يعني ايه بوليوريا؟ تبول كتير. بوليديبس اكتر من كم مره في اليوم؟ كنا بنقول 5 1 الفريكونسي اوف ميكتيريشن كتير، اكتر من 7 مرات في اليوم. بس ما تجيش بقى لشخص مدخن او بيشرب طول النهار قهوه وشاي ونسكافيه فعنده ايه دايرسيس كتير، وتقول بيشرب فلويد انتيك كتير، يبقى بوليوريا بوليديبسيا عطش كتير. بوليفيجيا بياكل كتير بس للاسف عنده ويت لوس رغم الحاجات دي. اوبستريك هيستوري سجستيف اوف دايابيتس، يقول لك ايه الشخص ده عندها بور اوبستريك هيستوري. يعني ايه بور اوبستريك هيستوري بقى؟ اقول لك والله يا دكتور انا سقطت قبل كده 4 مرات ورا بعض، انا حصل وفاه مفاجاه للبيبي في بطنها، انا البيبي كان وزنه ضخم الولاده اللي فاتت اللي حصل ستيل بيرث، حصل انتراترين فيتال ديث. تيجي تعمل تحاليل اسمها السكر الصايم والفاطر فاستنج اند 2 اور بوست برانديا تلاقيه عالي، تلاقي في حاجه اسمها ابنورمال او جي تي تي اورال جلوكوز تولرانس تيست. كان بيشرح لنا ربنا يديله الصحه الدكتور صلاح عيد في البايوكيمستري زمان، كان يقول لنا ايه؟ يقول لك ما تجيبش السكر لنفسك. يقول لك انت طالب تصحى متاخر عايز تلحق تروح الجامعه بسرعه، فتنزل وبسرعه تجري تحضر المحاضرات وبعدين ترجع. المحاضرات طبعا وحشتكم ايام ما قبل الكورونا يعني، فتنزل وما تفطرش الصبح. فانت عشان تعرف تبذل طاقه ومجهود كان يطلع كورتيزول عندنا كتير. كورتيزول ده بيعمل سبريشن للبنكرياس، فبعد فتره الواحد لو اللايف ستايل بتاعه سيء بالشكل ده يحصل له سكر هو نفسه. كان هو بيشرح لنا الاورال جلوكوز توليرانس تيست زمان اللي هنشرحه دلوقتي. ايه هو بقى السكريننج؟ ايه الفرق بين كلمه سكريننج ودايجنوزس؟ سكريننج هو عباره عن تيست رخيص بيتعمل لناس كتير قوي قوي، وهو تشيب فسهل ان انا اعمله للناس عشان اطلع الحالات اللي انا سسبكت. يعني مثلا زي الكوفيد 19 كده، انا شاكك مثلا في مستشفى بتاعتنا احنا شغالين فيها بنعمل فيها ايه؟ بنعمل سكريننج لكل العيانين وهم بيتحجزوا الى داخل المستشفى. يعني اي عيان داخل يتحجز في المستشفى لازم فورا وهو في الطوارئ نسحب له مجموعه تحاليل في الدم. هل التحاليل دي بيسموها تحاليل الكورونا او الكوفيد؟ لا، التحاليل دي هي صوره دم سي بي سي، فيريتين، سي ار بي، حاجات بتقول بشكل غير مباشر هل الشخص ده عنده الكورونا او لا، كوفيد او لا. نعمل سي تي سكان للتشست، لو طلع في الحاجات دي في مشكله فيهم
بسرعه بنروح ساحبين له بقى التيست نفسه اللي هو بتاع الكورونا اللي هو عن طريق النيزوفرينجز بقى البي سي ار في الدم. يعني الفرق بين الاثنين سكريننج حاجه تشيب وبتتعمل لناس كتير قوي قوي، احنا بنعمل هنا تيست بيسموه ايه بقى؟ بيسموه 1 اور بوست برانديال بلاد شوجر. تخلي العيانه تاخد بعد صيام 7 ساعات تشرب كميه من الاورال جلوكوز حوالي 50 جرام وتستنى ساعه وتقيس لها مستوى السكر في الدم. لو لقيته اقل من 140 خلاص بارك الله فيما رزق، الست دي كويسه ما عندهاش مشكله. اكتر من 140 شك، ده الست دي احتمال يطلع عندها السكر، لازم نعمل لها اورال جلوكوز توليرانس تيست. ده بقى الدايجنوز عشان اعرف اشخص. بدي للست هنا 100 جرام جلوكوز بعد صيام 7 ساعات، بسحب لها الاول فاستنج بلاد شوجر، بعد كده اروح مشربها ال 100 جرام جلوكوز دول واسحب لها سكر بعد ساعه، بعد ساعتين، بعد 3 ساعات من شرب ال 100 جرام. فدول بيسموهم 1 اور بوست برانديال، 2 اور بوست برانديال، 3 اور بوست برانديال. لو عندك اثنين فيجرز من الاربعه اللي هو فاستنج 1 و2 و3 اورز طلع عالي، اكتر من 165، اكتر من 145، اكتر من 125، اعرف ان الست دي في الاغلب عندها جستيشن دايابيتس ميليتس. طب طلع عندها رقم واحد فقط هو اللي فيه مشكله، يبقى الست دي عندها حاجه اسمها ايه؟ جلوكوز انتولرنس. انتولرنس ده يعني مجرد ان انت تظبط اكلها وشربها الست هتبقى كويسه. طيب في تقسيمه بيسموها موديفايد بريسيلا وايت، يعني انا لما اكلم مثلا دكتور زميلي واقول له انا باعت لك انت نبطش النهارده في المستشفى، هبعت لك دلوقتي حد من العيانين بتوعي عشان لو سمحت تولدها، الست دي دايابيتك، بس المشكله ان الدايابيتس اثرت على الكدني بتاعتها من 5 سنوات قبل الحمل لدرجه ان الكدني بتاعتها باظت واضطرينا نعمل لها، الدكاتره عملوا لها رينال ترانسبلانتيشن. شوف حكيت قصه في حوالي 3 ساعات. انما لو اتصلت بيه، ايوه دكتور ازيك عامل ايه؟ دكتور ايهاب انا هبعت لك دلوقتي عيانه، العيانه دي حامل بريجننت وعندها دايابيتس تايب تي. يبقى هو عارف ان التايب تي ده الست اللي عملت رينال ترانسبلانتيشن. احنا بنعمل حاجه زي نيمونكس كده عشان تبقى اسهل في التسليم والتسلم، في الاسهل في ان انت تعرف المشاكل اللي موجوده دي. احنا بنحسب التقسيمه حسب الموديفايد برسيلا وايت، الناس اللي عندهم سكر حاجه من الاثنين، يا جيستيشنال يا بري جيستيشنال. الجيستيشنال نوعين، يا اي 1 يا اي 2 زي ما مكتوب قدامك كده. الاي 1 مجرد جلوكوز انتولرنس والفاستنج ده طبيعي. الاي 2 الفاستنج يبقى اعلى من 105 والبوست براندل اكتر من 120، والارقام دي كانت اختلفت قريب، كنا عملناها 92 و110. طب ايه البري جيستيشنال دايابيتس بقى؟ هو ده اللي مقسوم الى كاتيجوريز، او بيقول لك دايابيتس تايب بي، دايابيتس تايب سي، دايابيتس تايب دي، دايابيتس تايب اف او ار او اتش او تي. انا عاملها بطريقه عشان تعرف تحفظها بسهوله كده، بي سي دي وفرحت اف ار اتش تي. ناخد الاف ار اتش تي عشان اسهل بكتير. اول حاجه حرف الاف يفكرني بكلمه نفروباثي، يعني الست دي الكيدنيز عندها بدات تبوظ. ار الست دي مستوى السكر عندها متلخبط في الدم لدرجه ان بدات تاثر على الريتنا وحصل للست ريتينوباثي. اتش بدات تاثر على القلب لدرجه ان حصل لها كارديومايوباثي، حصل تاثير على الكيدني لدرجه ان هي عملت رينال ترانسبلانتيشن فهي كلاس تي. ايه بقى كلاس بي وسي ودي؟ لو جيت اقول لك انهي اسوأ، الست يحصل لها السكر وهي طفله عندها 8 سنوات ولا يحصل لها وهي ست كبيره عمرها 48 سنه؟ اكيد وهي كبيره. ليه؟ السكر مش هيفضل فتره طويله في جسمها وبالتالي الدامج والايه الاند اورجن دامج مش هيبقى كتير عندها. لو قلت لك انهي اسوأ، الست يبقى عندها السكر لمده 8 سنوات ولا عندها السكر لمده 25 سنه؟ اكيد الاسوأ اللي فترتها طويله. فقسموا بقى قال لك لو الست حصل لها الاونست اوف دايابيتس وسنها فوق سن ال 20 بيسموها كلاس بي، سنها اقل من 10 سنوات بيسموها كلاس دي اوحش يعني. لو الديوريشن بتاع السكر اقل من 10 سنوات يبقى كلاس بي، اكتر من 20 سنه يبقى كلاس دي، لو بين البنين هو ده كلاس سي بين ال 10 ل 20. في تقسيمات كتير قوي للدايابيتس، في تقسيمه بيسموها بوتنشال دايابيتك،
latent diabetic, chemical diabetic, clinical diabetic يعني عليها symptoms. تقسيمه ثالثه اللي بيسموها gestational او established diabetes. ليه كنا زمان بنسمي الاستابليش ده تايب 1 وتايب 2 اللي هو الاسامي القديمه قوي بقى كانت انسولين ديبندنت ونون انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس. هنا انت شخصت وقسمت عملت كلاسيفيكيشن فاضل تعالج. اول حاجه اثناء متابعه الحمل الانتي بارتم مانجمنت اوف دايبيتس. اول حاجه بالنسبه للاكل ست تيجي تقول لك ايه؟ لا انا خلاص انا عندي السكر انا مش هاكل من النهارده. انا هموت بقى بهايبوجلايسيميا. انا هاخد جرعه الانسولين وسكري يكون 50 فعلى طول ادخل في ايه؟ هايبوجلايسيميك كوما وموت. غلط. انت بتقول لها انت هتاكلي وجبه مثاليه. ايه مواصفات الوجبه المثاليه؟ نص الوجبه كربوهيدرات نشويات اللي هو زي العيش والبطاطس والرز والمكرونه 30% بروتين واقل 20% هيبقى الفات. يبقى 50 30 20. الانتي نيتال كير فيزيت لو تفتكروا درس الانتي نيتال كنا شرحناه 5-1 في الراوند كنا بنقول ايه؟ بيقول لك الست مفروض في اول 7 اشهر بتروح للدكتور مره كل شهر. في السابع والثامن مره كل اسبوعين، في التاسع بتجي لك كل اسبوع. الهاي ريسك او الناس اللي عندهم مشاكل ميديكال ديس اوردر بتجي لك مور فريكوينت فيزيت زي الكارديك اللي شرحناه المره اللي فاتت. زي الدايبيتس المره دي. يقول لك انت بتحسب الانسولين ثيرابي وده هشرحه لك في الاخر اقسم لك هفهمك الانسولين ثيرابي ازاي، ازاي احسب كميه الانسولين اللي هديها للست دي عشان اعالجها. في ناس بتحب يتمانج السكر، في ناس بتحب تعمل مالتي ديسيبلينري تيم اللي هو انا ومعايا شخص دايبيتولوجيست، دايبيتولوجيست اللي هو الدكتور بتاع الغدد والسكر بيظبط معايا لو ست عندها ارقام رهيبه عندها السكر بيوصل 300 و400 ساعتها محتاجين ننسق مع بعض عشان نعرف نوصل الست بروبر انتي نيتال كير. واعرف ان الست في تحليل بنعمله اسمه جلايكيتد هيموجلوبين او جلايكوزايليتد هيموجلوبين. كان عندي عينه لطيفه جدا، انا كانت في اسكندريه فتجيلي مره كل شهر ونص مره كل شهرين، المهم الست دايبيتك بس كانت لطيفه جدا. تيجي قبل ما تجيلي بثلاث او اربع ايام تبدا تنتظم في الاكل والشرب ممتازه، كانت تمشي زي يعني زي ما بيقولوا يعني بالظبط. قبل ما تجيلي الثلاث اربع ايام دول معروف بقى اسكندراني عارفين طبعا اكتر حاجه عندهم في اسكندريه مشهوره غير البحر المطاعم، جميع انواع الاكل جميل هناك بطريقه وهاب واحمد محمد وعندهم بصوا 5000 كل اصناف الاكل هناك، تاكل براحتها جدا. وقبل ما تجيلي مباشره تروح محاوله في ثلاث اربع ايام تظبط مستوى السكر في الدم عشان لما تجيلي واعمل لها تحاليل الفاستنج والبوست برانديال 1 اور بوست برانديال بلاد شوجر يطلع مظبوط. انا كنت بفقسها ازاي؟ اسحب لها التحليل ده الفضايح بتطلع هيموجلوبين A1C اللي اسمه جلايكيتد هيموجلوبين او الجلايكوزايليتد هيموجلوبين. ده معناه ايه؟ السكر لما بيبقى عالي عندي في الدم فتره بعد فتره هو عالي كده بيبدا يكلبش في الار بي سيز وبالتالي الهيموجلوبين يتعرف ده فيه جلوكوز كتير. النورمال ليفل بتاعنا يبقى اقل من 6.5 وكل ما كان اقل كل ما يكون احسن. لو كان عندنا فوق العشرة بتعرف ان الست دي كانت خرباها، الدنيا كانت بايظه اخر 3 اشهر. ده اللي اكتر من ده. لو جات لك ست عندها السكر وجات قالت لك يا دكتور انا عايز اعمل بري كونسبشنال كير، يعني ايه؟ قبل ما تحمل اصلا عايز اتظبط مستوى السكر عندها في الدم عشان تحمل، ايه التست اللي انت بتسحبه؟ هيموجلوبين اي 1 سي. وتقول لها ده انت عندك سكرك يا مدام مش متظبط، الهيموجلوبين اي 1 سي اكتر من 10، نسبه ان يحصل تشوهات في البيبي عاليه جدا، يبقى لو سمحتي نظبط السكر قبل ما نحمل اصلا. بنعمل للست دي حاجه اسمها مالتي ديسيبلينري ابروتش. انا ببعت كل الستات الدايبيتك في اول زياره بروح بعتها على طول لدكتور اوفثالمولوجي. لو سمحت بص عندها اعمل لها حاجه اسمها فندس اكزامينيشن اللي بالعربي يسموه فحص قاع العين، بيبدوا قطرات كده تعمل توسيع في القصحي فيعرف يبص جوه العين ويعرف يشوف الريتنا اخبارها ايه، عشان في مرض اسمه اللي اتكلمنا عنه شويه اسمه بروليفراتيف ريتينوباثي ممكن يحصل اثناء الحمل. وفعلا في عندنا عيانه اضطرينا نعمل لها ايه؟ حاجه اسمها ليزر فاكو ايمالسيفيكيشن اللي هو حاجه زي يحافظ على الريتنا من الدامج اللي بيحصل نتيجه مستوى السكر اللي مش متظبط. فلازم يكون عندي بيز لاين في الاول، بيز لاين للكيدني فانكشن تيست. بنعمل للبيبي عشان نطمن عليه حاجه اسمها assessment of fetal well-being. عارف ان انتوا كنتوا بتاخدوا الدرس ده كان يعني تقريبا اخر حاجه قبل الميد تيرم في ال 501 فما كانش بياخد حقه في مذاكرتكم قوي لو كنتوا بتذاكروا الامتحان بس ده موضوع مهم جدا وفايتال. لو تفتكروا بدايه الموضوع كان ايه؟ daily fetal movement count اللي الام بتقول لها
البيبي بيلعب يا مدام من 8 ل 10 حركات كل 10 ل 12 ساعه، حسيتي بلعب البيبي قليل بنشرب حاجه مسكره وننام على جنبنا الشمال وبنراقب حركه البيبي، لقيت الديلي فيتال موفمنت كاونت قليل بتروح النكست، كان اسمها ايه؟ نون ستريس تيست. ايه هو النون ستريس تيست ده؟ بتحط حزام على بطن الست، بتحط حزام على بطن الست والحزام ده بيمونيتور الفيتال هارت ريت، وبتمسك الست حاجه كده زي الكمثرى كده زي القلم كده وبتقعد تقول لها مع كل حركه بيبي بتروح دايس دوسه، لو البيبي زاد نبضه من 15 ل 20 نبضه لمده 15 ل 20 ثانيه خلال التيست اللي بياخد 20 دقيقه يبقى البيبي ده كويس، لو البيبي مش كويس هتروح عامل نكست ستيب اللي بيسموها ايه؟ اسمها الدوبلر. ايه الدوبلر ده؟ اللي بيقيس تدفق الدم للشرايين بتاعه البيبي، الاهم حاجتين الامبليكال والميدل سيريبرال ارتري في المخ عشان نعرف نشوف لو البيبي ده افكتد ولا لا، كويس ولا وحش. الالترا ساوند مهم جدا عشان نشخص لو في كونجنيتال فيتال مالفورميشن او في مشكله في الفيتال كراث. ايه الحاجتين المشهورين في البيبيهات دول؟ تلاقي البيبي ضخم قوي او رفيع قوي، طبعا ضخم قوي ده الاكتر اللي هو فيتال ماكروزوميا. طب ايه تفسير البيبي يبقى جروث ريستريكتد قليل؟ نتيجه البلاسنتال انسفشنسي لو الدم مش واصل له. انترا بارتم بنحاول في اغلب الحالات نولد الستات دول عند 38 ويكس، او لو فجاه لقيت فيه مشكله فيتال هايبوكسيا بيبي بيموت، بلاسنتال انسفشنسي الدم مش داخل له كويس، السكر مش متظبط، بتعمل لانج ماتيوريتي تست عن طريق قلنا السيرفاكتنت قال اس ريشيو 2 ل 1 ليستن سفنجومايلين ويكون الفوسفاتيدايل جليسرول بوزيتيف. الميثود بتاعتنا الانترا بارتم كير، يعني ايه؟ الست وهي بتولد بحط على بطنها بقى بدل حزام واحد بحط حزامين. ايه الغرض من الحزامين دول؟ حزام فيهم بيشوف الهارت ريت زي ما شرحنا من شويه، والحزام الثاني بيسموه التوكو اللي بيراقب انقباضات الرحم عشان يشوف وقت الكونتراكشن هل البيبي بيتعب؟ طب وقت ما بتروح الكونتراكشن هل البيبي بيفضل تعبان؟ اللي هو بيسموه ايرلي وليت وفاريبل ديسيليريشنز. بندي للستات دول بروستاجلاندين، بنديهم اوكسيتوسين، بنعمل لهم امنيوتومي اللي هو بتاع الاندكشن اوف ليفر اخره من الامنيوتيك ساك بحيث يبدا يحصل بروستاجلاندينز. اف ات فيلز بنضطر نعمل ولاده قيصريه للستات دول. بوست بارتم خلي بالك الستات دول ممكن يحصل لهم ايه بقى؟ هايبوجلايسيميا، يبقى مهم جدا ان انا اقلل مستويات الانسولين في اللي احنا بندعمها. ليه قللت كميه الانسولين؟ عشان واحد انت شلت الانسولين انتاجونيزم، البلاسنتا خلاص اتشالت بكل الاعداء بتوع الانسولين. اثنين الست الانسولين الجلوكوز عندها بيخرج من الجسم ازاي غير الجلوكوزوريا؟ بيخرج من اللبن وهي بترضع. انت بتعمل بريست فيدنج انكارجمنت ضروري يا رضاعي مدام، اول ما البيبي بيطلع بنعمل سكين تو سكين كونتاكت وفورا تروح قايل لها ايه بعد الولاده؟ ابداي رضعي فورا يا مدام دلوقتي. بندي انتي بايوتكس نتيجه عشان تتجنب البيربرال سبسز. ايه الوسائل للكونتراسبشن للستات دول؟ كل الميديكال ديس اوردرز بنقول في اخره ايه الوسائل. وسيله مشهوره قوي اسمها البارير كونتراسبشن، هنتكلم في راوند كامل كده بيسموه كونتراسبشن هنشرح فيه بالتفصيل ثلاث ساعات. ايه انواع الكونتراسبشن ميثودز وايه مميزات وفوائد كل واحد. ولما الست تكمل اسرتها كامله بنعمل حاجه اسمها تيوبال لايجيشن، ممكن نستعمل حاجه اسمها بروجستيرون اونلي بيلز، اقراص البروجستيرون فقط، ده غير الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز اللي فيها هرمونين مع بعض. احنا بنحاول نبعد دايما عن السي او سي بيز. ليه؟ اصل السي او سي بيز فيها استروجين وفيها بروجستيرون ودول انسولين انتاجونيزم. بنحاول بنركب اللولب، انا كاتب هنا ات از نوت يعني بريفيرد، بس في ناس بنركب لهم لولب وهم عندهم الدايابيتس. اللولب فكرته ايه؟ زي ما نشرح كده في الكونتراسبشن حاجه قد عقلة صباع شبه حرف التي محطوط في اليوترس وبينزل اثنين ثريدز فتلتين كده موجودين في الفاجينا، بحيث وقت ما احب اشيل اللولب بروح ماسك الفتلتين دول وشددهم منها. فبيقولوا الست الدايبيتك دي عرضه اكتر للانفكشن، وبالتالي لو انت الثريدز دي كانت طويله ممكن الانفكشن تتشعلع عليه فيطلع للاي او دي ويعمل للست دي بي اي دي. الحل بتاعه ان احنا بنركبه باسيبتك تكنيك، وان احنا بنعمل ايه بقى تاني؟ بنقط الثريدز دي شورت شويه. سأل الكلام؟ النيو بورن زي ما خدنا 5 1
كان في حاجه اسمها assessment and care of neonate ال A B C D A water اللي هي كانت ال A ال airway clearance ال B breathing assistance if needed البيبي ده لو عنده RDS نديه بسرعه لدكتور الاطفال ال C care عن طريق of umbilical cord ال D كانت ال drugs بندي البيبي ده فيتامين K عشان ما ينزفش وبنديله اللي هو penicillin antibiotic eye drops ال E exclusion of malformation اتاكد ان الطفل ده ما عندوش تشوهات في جسمه اشهر تشوه قلنا ده most common اللي هو ال VSD the most specific هو مين هو spina bifida respiratory distress syndrome واخر حاجه to treat hypoglycemia خلي بالك الطفل ده عرضه ان يحصل اكتر من غيره الهايبوغلايسيميا وبالتالي بتقيس له زي ما قلنا من شويه بتقيس له السكر بعد الولاده عشان ما يدخلش في هايبوغلايسيميا ثانك يو كده موضوع الدايبيتس يبقى خلص دكتور معلش دكتور هو انا اسفه بس انا عايزه بس اعرف ايه سبب الهايبوغليسيميا لان تقريبا عندي مشكله في النتورك وما سمعتش الحته دي كويس ان انا لحقت عملت سيف للصوره دي دي الام اللي هي الدايره الكبيره دي وده البي الدايره الصغيره المشكله بتاعت الدايبيتس ان الجلوكوز بيبقى عالي والانسولين واطي الست طول فترة الحمل الجلوكوز عمال يعدي كتير من الأم للبيبي فالبيبي عنده هايبر جلايسيميا وبالتالي الانسولين بيطلع عنده كتير فعنده هايبر انسولينيميا هايبر جلايسيميا مع هايبر انسولينيميا احنا الوضع تمام حلو انسولين عمال بيدخل كتير فالبيبي عمال يتبني 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 بقى بيبي انابوليك انابوليزم فيه كتير بيبي ضخم كبير ماكروزومي مجرد ما انت ولدتي وقصيتي البلاسينتا وقطعتي الامبلايكال كورد خلاص هل البيبي ده بيدخله جلوكوز كتير زي الاول؟ لا لكن هو عنده اوريدي الانسولين عالي عنده هايبر انسولينيميا الانسولين ده هيخلص على شويه الجلوكوز اللي موجود عنده ويبقى عنده هايبر انسولينيميا وهايبوجلايسيميا البيبي يموت فورا لو الجلوكوز بتاعه قعد يقل كتير عشان كده بسرعه لازم نديله جلوكوز اورال فيدز لازم الام ترضعه عشان كده لازم نقيس السكر بتاع البيبي ده بعد الولاده وكل ساعة لحد ما نطمن عليه ان هو كويس. دكتور محمد. دكتور جعفر موجود يا جماعة اهلا وسهلا بيك اتفضل اتفضل اهلا وسهلا. لا حاجة جميلة جدا بس كنت عايز احرك سؤالين هو السؤال الاولاني هل الستاندرز بتاعت الكيرف بتاع الشوجر في العيانة النون دايابيتك او العيانة الدايابيتك زي بعض ولا في ديفرنس في الاثنين؟ يعني المقاسات بتاعه الفاستنج وال 1 اور بوست برانديال 2 اورز بوست برانديال دي زي بعضها ولا بتختلف من العيانه البريجننت من نون بريجننت وهل مختلفه تاني حاجه هو احنا دلوقتي حضرتك راجل بتاع فيتال ميديسن هل احنا لازلنا بنعتمد على الريسستنس سفينجومايلين ريشيو في الاسسمنت وماتوريتي ولا في بدائل تانيه بدل الانترفنشن تمام السؤال يا جماعه جميل قوي اللي هو هل انا دلوقتي همسك كل الستات بقى اللي هم الدايابيتك وبروح ماسحب منهم ميه من حوالين البيبي واقعد احللها ولا في طريقه ثانيه غير مباشره اعرف لو اللنج دي ماتيور او لا في حاجه اسمها الترا سونوجرافيك فيتشرز اوف سجستيف اوف لنج ماتوريتي يعني حاجه معينه بشوفها بالالترا ساوند اطمن هل البيبيهات دول عندهم سكر ولا هل البيبيهات دول اللنج بتاعتهم ماتيور او لا بشوف حاجه اسمها تربيديتي اوف امنيوتيك فلويد الاقي الميه كده بدات تتعكر تعكر بسيط ببص على مقاسات معينه ليها صله بالعظم والابيفيزيال بليت ببص على الفرق في اللون بين اللنج وبين الليفر فلاقي اللنج لونها بقى مختلف عن الليفر ده الايكوجينيستي بتاعتها اختلفت البيبي ده شكله خلاص استوى ببص على البلاسينتا الاقي البلاسينتا دي بقت ماتيور البلاسينتا الماتيور دي حصل فيها حاجه اسمها كالسيفيكيشن في جريدنج كده بنقول البلاسينتا دي جريد 1 جريد 2 جريد 3 منظر البلاسينتا دي مختلفه بين الماتيور فيتس والاماتيور فيتس متشكرين يا دكتور محمد ربنا يخليك شكرا
دكتور بعد اذنك يا دكتور، ممكن تشرح التريتمنت اللي هو الانسولين البديل العيان مكتوب في الكتاب؟ انا ما كنتش قلت ده فعلا صح، انا قلت لكم هجيبه في الاخر صح. بصوا بقى دلوقتي بالنسبه لطريقه الحساب بتاعه الانسولين سبلاي، بصوا احنا في الطريقه بتاعتنا بنقول فيها ايه؟ بنقول بنمسك وزن المريضه، خلال الفيرست ترايمستر نضربه في 0.6، خلال السكند ترايمستر نضربه في 0.7، خلال الثيرد ترايمستر نضربه في 0.8. ايه الغرض من القصه دي؟ الغرض منها ان احنا لو جات لنا ست وزنها تقريبا 100 كيلو جرامز وهي حامل في السكند ترايمستر، يعني حامل مثلا في 18 اسبوع او حاجه، وانا عايز احسب انا عايز اديها انسولين قد ايه؟ لو هي كانديديت تاخد انسولين مش حاجه زي الاورال هايبوجلايسيميك. وسؤال كمان مهم، الاورال هايبوجلايسيميك هل هي سيف ديورينج بريجننسي؟ في دواء زي الميتفورمين كده ممكن يتاخد ديورينج بريجننسي، ده بقى كلاس بي اف دي اي ابروفد، يعني ممكن يتاخد اثناء الحمل. بنمسك وزن المريضه ده رقم قلناه وبنضربه في ثابت، الثابت ده اللي هو 0.7 ويطلع لنا رقم، الرقم ده يا يكون اكتر من 50 يا اقل من 50. هنا في حالتنا الرقم ده هيطلع تقريبا 70.7 تايمز 100، انا عارف كلكم ايه في الطب زي فالحسابات عندكم صعبه، 0.7 تايمز 100 هيطلع لنا 70، يبقى الست دي محتاجه تاخد 70 يونتس اوف انسولين. لو الرقم بتاعنا اكتر من 50 بنقسم الدوز ده الى 2 دوزز، دوز بتتاخد في فتره الصبح في النهار ودوز ثانيه بتتاخد في فترة الايفنينج. بتتقسم ازاي الدوز دي؟ الى تلتين في فترة النهار وتلت في فترة بالليل. تاني بمسك وزن العينة واضربه في رقم ثابت اللي هو 0.6 0.7 0.8 وفي كتب كاتبة 0.7 بس، والرقم اللي بيطلع هو عدد وحدات الانسولين الست محتاجاه تاخده في اليوم. هنا في حالتنا 70 وحده في اليوم، بتقسمهم ال 70 وحده دول تلتين ال 70 اللي هو تقريبا 40 وحده او حاجه على الصبح، والتلت ده هتاخده بالليل. طب افرض جيت عشان تحسب الست ولقيت 0.7 تايمز 100، لقيت ان هي طالع مثلا محتاجه تايمز 60 كيلو بس، لقيت ان العدد الوحدات الانسولين اللي هي عايز تاخده وحدات قليله، هتديها 1 دوز بس اللي موجوده على مدار اليوم مع الوجبه الرئيسيه. طيب ايه انواع الانسولين اللي احنا بناخده؟ زي ما هتاخده طبعا في البطنه في التفصيل اكتر مننا، في ثلاث انواع، حاجه اسمها رابيد اكتنج وانترميديت اكتنج ولونج اكتنج. احنا عندنا في النساء والتوليد في الحوامل بندي ميكستشر ما بين الانترميديت اكتنج والرابيد اكتنج انسولين. في طريقه بتعمل ايه؟ بتخلي الست يبقى معاها حاجه زي مقياس السكر كده، في حاجه زي القلم بنشك بيها شكه بسيطه خالص عشان نعرف الراندوم بلاد شوجر اللي هو السكر العشوائي بتاع الست قد ايه، واكوردنج لقرايه السكر اديها كميه من الانسولين في دمها، وبنقعد نحسب بقى فوق مثلا ال 200 لكل 50 ندي 5 وحدات. ست مثلا سكرها 215 يبقى تاخد 5 يونتس، ست سكرها 265 هتاخد 10 يونتس، ست سكرها 315 هتاخد 15 وحده. كل ما يزيد مستوى الراندوم بلاد شوجر كل ما يزيد كميه الانسولين اللي بناخده، وده بيتاخد بشكل بقى لو احنا في مستشفى كل 6 ساعات مع وجبات رئيسيه، او لو احنا في البيت بنبقى محددين اوقات معينه. طبعا ده الافضل بنعمل حاجه اسمها مالتي ديسيبلينري تيم بيننا وبين الدكتور الدايبيتولوجيست اللي بيحسب معانا الجرعات دي. طبعا علم الحديد دلوقتي او الطب المودرن ما بقاش وان مان شو، اللي هو انا هبقى دكتور بتاع النساء وبالمره نايم العيان وبالمره قابل البيبي بعد الولاده واظبط جرعات السكر. المالتي ديسيبلينري تيم ابقى انا قايل للدكتور بتاع الاطفال اعمل حسابك، احنا اليومين دول في ست بتتابع معانا مستوى السكر بتاعها مش متظبط، خلي بالك ان بعد الولاده
عايزين نبص بص تطمن تسمع كده نبضات قلب البيبي وتتاكد ان البيبي ده كويس ما عندوش ميرمر ما عندوش بي اس دي. ساعات بتبقى في مش باين قوي بالالترا ساوند في اي كومبليكيشن شوف لنا وتطمن لنا من الحاجه دي. عاوز اقول لكم صوره الطفل كده دكتور. هي الجرعه الاقل بناخدها بالليل عشان الهايبوغلايسيميك كوما انا ممكن اخاف منها ولا في سبب تاني ريليتد لل؟ لا هو ده بالظبط كده عشان الست ما تاخدش الجرعه وبعدين خلاص كسان طيب تنام بقى. دكتور بعد اذنك مين العيانه اللي احكم عليها ان هي تاخد دايت واورال دراج ومين العيانه اللي هتمشي على حقن الانسولين؟ زي ما قلنا من شويه بقى اللي هو لو الست دي كلاس A1 اللي هو مجرد في شويه جلوكوز انتولرنس ده ممكن يبقى دايت كنترول مش لازم نفضل عاملين. صوركم صوره الطفل ده طفل اتولد معانا البيبي. انا بصور البيبي ده بميزانه البيبي ده وزنه كام؟ 3970 خلاص بالالترا ساوند كان طالع 3900 فقلنا للست ايه والله احنا اقل من الرقم اللي احنا قلناه الكات اوف فاليو يعني ممكن ندي ست دي فرصه ان هي تولد ولاده طبيعيه. وطبعا كنا واحنا داخلين نولدها ريسكي بقى خلي بالك هل البيبي ده ممكن يحصل له شولدر ديستوشيا هل الوزن ده ممكن يكون الكتاف بتاعته كبير فنحصل بقى زي ما هنشرح لكم في المال برزنتيشن كده مع شولدر ديستوشيا ايه الحاجات اللي بنمشي عليها الستبس اللي ننقذ بيها البيبي ده. كان في حد بيسال حاجه ثانيه وانا بتكلم؟ ايوه انا اتفضل دكتور. كنت حضرتك في بدايه الشرح بتقول ان احنا بنكون بنديها انسولين وبنبص نلاقي عندها جلوكوسوريا برضو فهل ده معناه ان الست الحامل اللي عندها دايبيتس هيفضل عندها جلوكوسوريا يعني طبعا يعني الست الجلوكوز اللي ما لوش علاقه هي كنترولد ولا لا؟ بالظبط بالظبط هو ده الخلاصه اللي بقول لكم عليها. فاكر المره اللي فاتت لما قلت لكم ايه لقيت اسمها مدام مريان دي بتتصل بيا الحقني يا دكتور منهاره عياط وهي حامل في شهرين بتقول لي ايه الحقني يا دكتور الدكتور بتاع المعمل بيقول لي ان انا عندي سكر حمل. دكتور معمل مين اللي بيقول لك سكر حمل ايه ده انت حامل في شهرين لسه في حاجه اسمها كده؟ ببص بعتت لي التحليل بالواتساب بشوفه ساعتها ببص لقيت الست دي عندها جلوكوزوريا ومفيش حاجه خالص. قلت لها انت كنت عامله التحليل ده ايه؟ اصل انا دكتور كنت لسه فطرانه ونزلت عملت تحليل اليورين ده فهل الجلوكوزوريا هو ساين نعرف نشخص بيه الدايبيتس؟ احنا كاتبين في السكريننج والدايجنوز ما جبناش سيره اليورين اناليسيس خالص خالص. ليه؟ عشان كده كده في الحمل الرينال ثريشولد بيقل عن 140 فيبدا الجلوكوز ينزل في اليورين فالجلوكوزوريا از نوت ا ساين تو سكرين اور دايجنوز جستيشنال دايبيتس سكر الحمل ما بتشخصش كده. طب في سؤال تاني انا ما اتسالتوش ايه ابدا ممكن يكون عند 24 to 28 weeks يعني استنى لحد ما الست توصل في 24 ل 28 اسبوع. طب في الريسك فاكتورز لو في عيانه زي دول اللي احنا قلناهم في الاول اللي انا خايف منهم تطلع عندها اصلا سكر في الفيرست بوكينج فيزيت اول مره بتجي لي الست دي وبتحكي لي بص يا دكتور ده انا كنت حامل قبل كده ثلاث مرات وعندي بور اوبستريك هيستوري اول مره البيبي مات في بطن ثاني مره البيبي ده حصل له اجهاض المرة الثالثة البيبي كان مشوه جامد ولما نزل ما لحقناش ما لحقش ياخد نفس وخاف منها دي بعتها في نفس اليوم او اليوم اللي بعده بعمل لها بقى التحاليل بتاع الايه الدايجنوز اوف دايبت سكريننج ودايجنوزس فورا اللي هو 1 اور بوست براندي الاول طلع فيه مشكلة فيه هنعمل اورال جلوكوز توليرنس تيست. تمام شكرا دكتور. الاسئله خلصت لدرجه ان انا بدات اسال نفسي كويس. طب ديورنج ليبر دكتور محمد is there any ده موضوع مهم قوي قوي يعني كويس حضرتك نبهتني فعلا مش حاطه كسلايد. المفروض ان احنا بقى الست داخله عشان تولد لازم سكرها ما يتلخبطش لو عالي او قل الاثنين غلط فبنعمل ايه بقى؟ عارف انت بنديها اللي هو الفاص والحاجه جاهزه بنروح معلق لها محلول المحلول ده عليه جلوكوز وفي نفس الوقت بنديها انسولين بحيث بديها الطاقه جاهزه. احنا قلنا في البدايه ان الانسولين وظيفته ايه؟ بيدخل الجلوكوز الى داخل الخليه ويدخل معاه البوتاسيوم. يبقى انا بديها الدنيا ريدي. الجلوكوز بالتايتريتد دوز ومعاه الانسولين بتاعه كمان بحيث ان ما يحصلهاش لهايب ولا هايبر جلايسيميا. كتر خيرك يا صبحي. طب دكتور هيك مش صار بده بوتاسيوم؟
صار احنا بندي بجرعات، ما في حاجه اسمها بقى رينجر لكتيت عشان نعرف نظبط الالكترولايتس اللي احنا بنديه للعيانه. تمام شكرا. لا ناخد بقى الموضوع التاني. ربنا يبارك في حضرتك يا كبير، ربنا يخليك. وحضرتك اضافه ولا حاجه؟ ربنا يستر اعرف اجاوب. ربنا يخليك يا محمد، شكرا. بوردرز ديور المشاكل اللي هي صله بالكدني خلال الحمل، اول واشهر واحده فيهم بيسموها ايه؟ اسيمتوماتيك بكتيريوريا ديورينج بريجننسي. من اسمه هتعرف الديفينيشن بتاعه، هو بكتيريوريا. يعني ايه بكتيريوريا؟ يعني بكتيريا ان يورين، والبكتيريا دي سيجنيفيكانت. يعني ايه بقى سيجنيفيكانت؟ يعني وصلت لرقم محدد. الرقم المحدد ده اكتر من 100,000 to the power of 5 100,000، يعني في خمس اصفار جنب الواحد بير ملي في عينة اليورين. بس خلي بالك عشان تقول ان عينة اليورين دي متاخده صح، في ثلاث شروط رئيسيه، ولازم حضرتك وانت بتقول للست تروح تعمل تحليل البول لازم تنبه عليها ان تكون الشروط دي موجوده. ايه الثلاث شروط دول بقى؟ واحد، تكون عينة البول دي كلين كاتش. يعني ايه كلين كاتش؟ يعني موجوده في علبه اكويب معقمه. انا اسال دايما الستات، حضرتك لما جيتي عشان تديهم عينه البول هل دي في علبه كده عاديه، ولا لقيتي كيس جواه في علبه مقفوله ولما خد منك العينه في المعمل راحوا فورا واخدين العينه وبداوا يشتغلوا فيها؟ فريشلي فويدد كلين كاتش ميد ستريم. يعني ايه ميد ستريم؟ يعني بتقول للست اول شويه في البول مش عايزينهم، عايزين البول بتاع بعد كده. ليه بقى اول شويه مش كويسين؟ اخذنا الترم اللي فات في الاناتومي اليوريثرا اللي طولها من 3 الى 5 سنتي ممكن تحتوي على بكتيريا، وبالتالي اول شويه في البول مش عايزينهم، بنكبهم وحشين. بناخد الميد ستريم كلين كاتش فريشلي فويدد. خطوره المرض ده ان هو اسيمتوماتيك. يعني ايه اسيمتوماتيك؟ الست بتيجي زي الفل في اول زياره، ما دام انت حضرتك هتعملي تحاليل دم وبول، لا دكتور انا كويسه جدا، انا عشان ظرف الكوفيد اللي موجود اليومين دول مش عايز اروح للمعمل، انا ما عنديش اي اعراض. خلي بالك ان ممكن يكون عندك اسيمتوماتيك بكتيريوري. الديفينيشن ده مهم وخطير للغايه، لازم تعرفه كويس. بكتيريال كاونت اكتر من 100,000 بير ملي يورين ان تو سامبلز، تكون ميد ستريم فريشلي فويدد كلين كاتش. طيب الانزنس بتاع المرض، قلت لك اغلب الدروس اللي عندنا الترم ده لو قلت 5% هتبقى صح، 5% في اغلب الدروس اللي هو رينج من 2 ل 10%. الريسك بتاعها ان بيحصل بايلنيفرايتس اللي هنشرحها النهارده في ثلث الحالات، وده رقم يعتبر سيجنيفيكانت كبير. وبيحصل بري تيرم ليبر لو ما عالجتوش. الانفستيجيشنز بتشخص ازاي؟ بحاجتين، تحليل يورين، يورين اناليسيز ويورين كلتشر. ايه الفرق بين الاثنين؟ اليورين كلتشر اند سنسيتيفيتي اللي هي خمس ايام بيقول لك لو في بكتيريا نوعها ايه؟ نوعها اللي ينفع معاها هو ايه؟ ثانية عشان ياسين اقتحم الأوضة. يورين كلتشر هو اللي بيقول لي نوع البكتيريا ايه؟ ونوع المضاد الحيوي اللي ينفعها ايه؟ اصل احنا المفروض الكالتشر ده بيطلع لك ورقه كده عليها ثلاث عواميد، ثلاثه كولمز. اول واحد مكتوب عليه من فوق سنسيتيف، ثاني عمود مكتوب عليه ايكويفوكال، ثالث واحد مكتوب عليه ريزيستنت. يقول لك ده المضادات الحيويه اللي تنفع في الحاله دي فلان وفلان وفلان. الايكويفوكال يعني مش مفيد قوي، ما تكتبوش الا لو في حاجه في السنسيتيف انت مش عارف تكتبه. في الريزيستنت الحاجات دي لو اديتها ملهاش اي لازمه نهائي. طب الكالتشر انسنسيتيفيتي ليه ما بيكتبوش مثلا اسم مضاد حيوي واحد فقط في السنسيتيف؟ عشان يدي لك كذا اوبشن. انا بالنسبه لي مثلا كان في قريب تحليل، ان شاء الله هفتح الكالتشر هفتكر مين اللي بعتها لي قريب وهوريها لكم دلوقتي. انا بعتها كالتشر فيها ست انواع عائلات مضاد حيوي، انا اخترت واحد فقط وقلت لها هو ده اللي ينفع يتاخد. ليه؟ اصل الاربعه التانيين دول تيراتوجينيك، ممنوع ان هي تتاخد. في حاجه زي مثلا التترا سايكل المؤذي لعظم واسنان البيبيات، فمهم الكالتشر نركز فيه. العلاج افتكر انت في درس سهل، ايه سيمتوماتيك وبكتيريوريا،
يبقى ناخد علاج اورال زي الامبسيلين كده 500 ملغ لكل 8 ساعات. الامبسيلين ده موجود مع حاجه اسمها كلافيلونيك اسيد او حاجه اسمها امبسيلين سالباكتام زي اليونيكتام او اليوناسين. اقراص بتتاخد بشكل معين بحيث تغطي الانفكشن ده. لو في عيانه عندها ريزيستنت قالت لك يا دكتور ده انا في الحمل ده حصل لي يو تي اي كتير قوي بتاع 8 مرات خلال فتره الحمل كلها، نعمل ايه للست دي؟ بعد ما تولد بالسلامه لازم نتاكد نعمل لها الترا ساوند نطمن على الكدني، نعمل لها حاجه اسمها اي في بي انترافينوس بايلوجرافي نطمن ان مفيش ستون كدني، في مشكله موجوده رينال ستون، في حاجه خلل عندها في الكدني بشكل ما. اديها مضاد حيوي تاني. تعالوا بقى لو الست دي وقع المحظور وحصل لها الكومبليكيشن بتاعه اللي هو 30% من حالات الاسيمتوماتيك بكتيريوريا حصل اكيوت بايلونيفرايتس. نسيت اقول لك ان في البوكينج فيزيت اليو كي هناك عندهم سيستم زي عندنا كده في مصر ان اول ما بتجي لك العيانه في البوكينج فيزيت من ضمن الحاجات اللي بتطلبها اليورين كلتش بتطلب مره كل ترايمستر، كل 3 اشهر تطلبه مره احتياطي عشان تتاكد ان مفيش باثوجين كده يعمل لك زي ما خدنا الترم اللي فات في البروم جروب بي ستريبتوكوكاي. تعالوا على اكيوت بايلونيفرايتس ديورينج بريجننسي من اسمه بايلونيفرايتس شبه الفاصوليا اللي طالع منها اللي هنا البلفس حصل فيها لدرجه ان بقى فيها باس انفلاميشن اوف ذا رينال بلفس. الانسنس هنا اقل، الثانيه كنا بنقول 5% الحمد لله انا من رحمه ربنا قل كتير بقى 1% اونلي. الاورجانيزمز ومهم جدا السلايد ده نركز فيه قوي، يقول لك ايه بقى 90% من حالات اليو تي اي بتحصل نتيجه الايكولاي. الباقيين اسامي تانية جنبها حط اي اورجانيزم هيطلع مظبوط، ستاف وستريبتوكليبسيلا وبروتياس وسودوموناس مظبوط. طب ايه البريديسبوزنج فاكتورز اللي بتخلي الست عرضه اكتر يحصل لها بايلونيفرايتس اكتر من غيرها؟ يعني مين الستات اللي عرضه اكتر من غيرهم؟ انا بقول رقم 2 هبدا بيها الاول عشان رقم 2 هي اللي خدناها في 5-1 الترم اللي فات في الماتيرنال تشينجز ديورينج بريجننسي كان في الباب بتاع اليورينري تشينجز. كنا بنقول وقتها ان في الحمل بيزيد الاستروجين والبروجستيرون وبيزيد حاجه اسمها ريلاكسين. وكنا 5-1 بنقول لكم ان اليوريتر هل هو تيوب ولا هو مصل؟ هو عباره عن ماسكولار تيوب عامل زي الايسوفجس كده، اسمه بالعربي حالب عشان بيحلب بينزل اليورين. يعني لو واحده نايمه على ظهرها اليورين هينزل ناحيه تحت برضه من الكدني الى البلادر. المصل دي بيحصل ريلاكسيشن فيها نتيجه البروجستيرون ونتيجه الريلاكسين. الريلاكسيشن ده بتاعت اليوتراين يوريتريك سوري ماسلز ممكن يعمل كم بول فيه كتير هيدرويوريتر. اللور بارت بتاعت اليوريتر بتبقى واسعه مخروطيه فانل شيبت كده وبالتالي اليورين ما ينزلش بسهوله. عارف انت الخرطوم بتاع لما تيجي تروي حديقه بتضغط عليه بتقلل الكاليبر عشان السرعه تزيد، هنا بالعكس انت بتزود الكاليبر. اليوترس هو بيكبر ناحيه فوق بيروح ناحيه اليمين اكتر من ناحيه الشمال وبيسموها ديكسترو روتيتد خدنا الترم اللي فات. اليوترس بيكبر كتير خالص فيروح ناحيه اليمين يضغط على الرايت يوريتر اكتر من ليفت سايد. عشان كده اكتر من 75% من الحالات اللي بيحصل لها اكسبيلونيفرايتس بتيجي ايه الافكتد كدني عندها ذا رايت فاكتورز ثانيه زي بتاع السكر. الناس اللي عندهم سكر عندهم جلوكوز مين الانفكشن. تعالى انفكشن اليورينري ستونز. ايه اليورينري ستونز دي؟ حاجه زي النيفس كده الحصوه اللي موجوده في الكلى دي حته سورس اوف سيبتيك فوكس فور انفكشن ريسنت كاثرايزيشن. احنا بنعمل روتين لكده مع اي ست بتيجي عشان تولد ولاده سيزيريان سكشن بنركب لها حاجه اسمها انترا يورينري كاثيتر فوليس كاثيتر خرطوم بندخله الى داخل البلادر بحيث البلادر تبقى ما فيهاش يورين. وهنشرح الكلام ده بالتفصيل واحنا بنشرح لكم السيزيريان سكشن ده من مواضيع المفروض بعد الميتر. بنقول فيها ان الكاثيتر دي وهي داخله حتى لو هي معقمه وهي داخله ممكن تدخل انفكشن من الهواء الى ناحيه جوه من اليورين ناحيه جوه ناحيه البلادر. عشان كده بنركبها دايما باسيبتيك تكنيك. واخر حاجه طبعا السيجنيفيكانس بكتيريا موجود. ايه الروتس اوف انفكشن؟ انفكشن بتوصل منين اصلا للكدني؟ اشهر وسيله عن طريق البلد او اسندنج من تحت لفوق او ليمفاتيك سبريد.
الكومبليكيشنز كنا اتفقنا اتفاق في بدايه الميديكال ديس اوردرز ديورينج بريجننسي، طامبه واحده في كل الميديكال ديس اوردرز ما عدا الدايبيتس، ان الكومبليكيشنز تتسمى اثنين ماتيرنال وفيتال، والفيتال ثلاث كلمات بريتيرم ليبر اي جي ار اي او اف دي، اي جي ار انترايتراين جروث ريستريكشن، اي او اف دي انترايتراين فيتال ديث. ماذا عن الماتيرنال كومبليكيشنز؟ كرونيك بايلونيفرايتس اللي ممكن تعمل كرونيك رينال فيلير، يحصل هايبرتنشن نتيجة الكيدني زي بالظبط نفس الفكرة اللي في البطن اللي خدتوها بتاعت الرينال ارتري ستينوزس، يحصل ابورشن، يحصل ريكارنت بايلونيفرايتس. الست اللي بتتضرب عندها كيدني مرة ممكن تتضرب كل شوية خلال الحمل نفسه، فبنقعد نحاول نزقها لحد ما تولد بالسلامة. السيمبتومز افتكر بقى امتى اكتر وقت يحصل مشكله للست دي ويحصل تاثير على الكدني؟ لما اليوترس يبقى فيه تقيله كده، حاجه تقيله ضاغط على اليوريتر، اللي هو امتى؟ تقريبا في السكند ترايمستر، في الميترايمستر اللي هو في 16 اسبوع تقريبا. الست باثوجنومونيك كده تجيلك الطوارئ وشكلها باين وانت داخل عليها على السرير، عماله بترعش، عندها فيفر، عندها رايجورس، عماله بترجع ريفلكس، عندها لوين بين، ايه اللوين ده؟ يمين وشمال عمود فقري في ظهرنا، وعندها frequency of micturition. وقلنا من شوية يعني ايه كلمة frequency؟ يعني تبول اكتر من 7 مرات في اليوم. الساينس بتاعتها examination بقى بتلاقي فيها fever، فيها tachycardia، فيها tender renal angle اللي هو لو اخدته زمان كنا اخدناه في البطنة في الابدومينال examination اللي هو الكيدني، الرينال angle دي تلاقي مؤلمة، تحط ايدك الست عندها ألم. الديفرنشال دايجنوز مشاكل تحصل اثناء الحمل زي ايه؟ ست منحوسه حصل لها خلال الحمل اكيوت ابندسايتس، حصل لها ريد ديجنريشن اوف فايبرويد اللي بيحصل اكتر في الحمل، تورشن، عندها اوفيريان سيست ولفت حوالين نفسها، كوزز اوف فوميتنج وذ بريجننسي، هنشرح النهارده الفوميتنج والهايبر امسيس جرافيدارم. المشاكل دي كلها ممكن تحصل لست. فالشخص او تفرق بينهم ازاي؟ كلينيكالي بايدك وبالالترا ساوند. قلنا قبل كده لازم اي وحده طوارئ محترم، ان احنا عندنا مثلا في المستشفى في الجامعه جوه وحده الطوارئ في غرفه كده غرفه الالترا ساوند، حاجه مهمه. السونار ده ما ينفعش يعطل ولا لحظه، ده متوصل في الكهرباء حتى ما بيطفيش، شغال 24 ساعه عشان يشخص المشاكل اللي موجوده، نعرف نفرق نكلاسيفاي الكوز اوف ذس بين. انفستيجيشنز تعمل للست دي يورين اناليسيس، تعمل لها كلتشر اند سنسيتيفيتي، وهنشرح دلوقتي في المانجمنت الفرق بين الاثنين وامتى نعمل ايه. بنسحب للست كومبليت بلاد كاونت، تلاقي فيه الانفكشن عاليه، التوتال ليكوسيتيك كاونت عالي، اليورين بتلاقيه اسيدك ديمينيشت. يعني ايه ديمينيشت؟ يعني قليل، وبدات الكيدني تتاثر، ففي شويه البومينوريا. عشان كده لو تفتكروا في درس البري كلامسيا كنت بقول لك ايه في الديفرنشال دايجنوز اوف بري كلامسيا بتاعه البروتينوريا يو تي اي، اتاكد ان مفيش باس سيلز كتيره موجوده في اليورين. طيب ايه العلاج؟ ست جالك بترعش وعندها كيدني افكشن وعندها بايلنيفرايتس، الحجز. عشان كده جايب لك الست الطيبه دي عشان تقول لك احجز العينه في المستشفى. ريست ان بيد، بس انا ما كتبتش بقى جمله مهمه عايزه تتحفر في ذهنك، اون ذا هيلثي سايد. يعني ايه اون ذا هيلثي سايد؟ يعني عملت سونار لقيت الست عندها هايدرويرتر وفي افكشن كده في الكليه اليمين اللي هو ذا موست كومن سايت، 75% من الستات نتيجه الدكستروتيشن هتبقى الكدني اليمين هي اللي افكتد اكتر، تنام على جنبها ايه؟ الشمال. يقول لك تنام على الجنب اللي يريحك. لايت دايت، خلي الست دي الدم يروح للكدنيز ويروح للرينال تراكت يوريني تراكت عشان يعرف تخف بسهوله، فما تاكلهاش بقى ايه وزه وبطه وبتاع. لايت دايت، اكل خفيف عشان ما تضغطش برضو باكل كتير في الانتستين. اي في فلويدز، اول ما بتدخل عنك تبقى سخنه مولعه، بنروح قايلين ايه للتمريض بسرعه وانا بكتب كده التعليمات الطبيب، 3 لتر في اليوم سوائل. تاخد الست دي فلويدز كتير، رينجر لاكتيت، تاخد جلوكوز، تاخد حاجات كتير تغسل اليورينري تراكت من الانفكشن الكتير ده. ما هي لو علقت لها فلويدز كتيره هيحصل لها ايه بقى؟ زي دياريسيس كتير، نغسل الرينال تراكت من الانفكشن. فريكوينت اوبزرفيشن، بنكتب كده ملاحظه نبض ضغط حراره كل 3 ساعات بحيث نعرف لو في كومبليكيشنز عماله بتطلع اكتر. بنعمل يورين اناليسيس، وبنعمل بعد ما بناخد منها عينه بول بنبدا نديها مضاد حيوي. ايه الفرق او ليه بعد ما باخد عينه البول بديها انتي بايوتيك؟
لما باخد منها اليورين سامبل مفروض ببعتها تعمل يورين كالتشر، واليورين كالتشر دي بتاخد من 3 ل 5 ايام عشان تطلع. احنا اسرع معمل الحمد لله عندنا جولدن ستاندردز في الشغل بتاعه بياخد حوالي 3 ايام عشان يطلع نتيجه الكالتشر. طب خلال الثلاث ايام دول ما الست ممكن يحصل لها اكيوت رينال فيلير لو انا ما اديتهاش مضاد حيوي، فبنقي مضاد حيوي يبقى بيسموه ايه برود سبيكترم انتي بايوتيك، بحيث لما يطلع بعد الثلاث ايام نتيجه الكالتشر اعرف هل الدواء بتاعي ده كان نافع معاه ولا لا. وبتحصل معانا ساعات ندي مضاد حيوي وبعد ثلاث ايام الاقي دكتور المعمل بيكلمني مدير المعمل، الحقيقه يا دكتور محمد لو سمحت بعد اذنك المضاد الحيوي اللي انت مديه ده لا ده مش ماشي مع الكالتشر بتاعتنا، الكالتشر بتاعتنا بتقول ده انت المفروض كنت اديت عيله ثانيه سيفتريكس ثيرد جينيريشن كيفر سبورن بدل مثلا البنسلينز. فمهم قوي ان انت تاخد عينه البول قبل ما تدي الانتي بايوتيك، عشان لو اديت انتي بايوتيك في الاول هتبوظ العينه بتاعتك. بتشينج بي اتش اوف يورين، يعني لو عندك جار غلس عايز تمشيه شوف ايه اللي بيضايقه، الراجل ده بيتضايق من صوت الاغاني يبقى انا اعلي الاصوات عندي اكتر حاجه، بيتضايق من اللمبات والاضواء الكتير اروح ماسك كشافات ويعني 24 ساعه شغاله عنده في الجريد، يبقى انا بتشينج البي اتش. لو اليورين بتاع الشخص ده الست البريجننت دي الكالاين اعمل حاجه اسمها اسيديفيكيشن اوف يورين، يعني بندي حاجات تخلي البي اتش يبقى اسيدك زي فيتامين سي، سيفامول الفوار ده لو تفتكروا بتاعنا في واحنا صغيرين كده هو البرتقال ده حط على نص كوبايه ميه، اليومين دول ناس كتير بتاخده بيقول لك زود الاميونيتي عشان ضد الكوفيد. لو هي البي اتش بتاعها اسيدك بنعمل حاجه اسمها الكالينايزيشن، يعني تقلب البي اتش بتاع اليورين تخليه هوستايل ميديا للبكتيريا. في الحالات بقى الريزيستنت والريكرنت خلي بالك ممكن يطلع عندها رينال ستون، ممكن بعد الولاده نعمل لها حاجه اسمها اي في بي انترافينوس بايلوجرافي. ما انساش انا حاله الكلام ده كان من سنتين اظن، بعد ما قعدنا ندي ميديكيشنز واو الست ما بتتحسنش، ده الاكتر الديجري بتاعت الهايدروريتر كانت كتيره قوي، يعني الكيدني نفسها بدات تتاثر، بدا يحصل هايدروريتر هايدرونفروزس نتيجه الكومبريشن الكتير، الجرافيد يوترس ضاغط على اليوريتر وبالتالي البول عمال بيرجع في الكيدني. طريقة نعمل ايه؟ قالوا يا دكتور مين صفط لو سمحت بتاع اسم المسالك بعد اذنك عندنا كهانة كذا كذا كذا، احنا ندخل نعمل انترا يوريتاتر، ركب لنا كده يوريتيريك ستنت حاجه بتفرد المكان اللي حصل كومبريشن نتيجه اليوترس. مجرد بعد الولاده الست دي ما ولدت وشلنا بقى الكومبريشن الكبير نتيجه الجرافيد يوترس البيبي الكبير ده، مجرد ده داخل في خمس دقايق شال الكاثيتر دي من عن طريق المنظار بتاع السيستوسكوب. حد عنده اسئله في الموضوع صغير ولطيف قوي؟ حد عنده اسئله؟ لا شكرا. الناس نامت ولا ايه؟ اسلام ايديك. لا صحيح. طيب ناخد بقى الموضوع الثالث اخوهم الصغير اللي بيسموه هايبر امسيس جرافيدار. احنا عارفين زي زمان كده كنا بنتفرج على الافلام ابيض واسود كان على طول يقول لك ايه اسمها ايه سعاد حسني مع انور وجدي قاعدين مع بعض بيفطروا الصبح، الست تحط ايدها على بقها وتقول لك ايه تروح راجعه له تقول له ايه ده انا حامل. ايه اللي حصل؟ قامت رجعت فعرفت ان في حاجه غريبه. ايه تفسير الامسيس جرافيدار اللي هو المورنينج سيكنس؟ ليه الست الحامل من اول اعراض الحمل بيحصل لها شويه نوزيا ومره او مرتين في اليوم فوميتنج؟ ما نعرفش، كلها ثيريز كلها حاجات نظريات بيقولوا من ضمنها حاجه اسمها سنسيتيفيتي او الرجي للاتش سي جي هرمون الحمل بيخلي الست عندها زي حساسيه. عشان كده بيقول لك اكتر ستات يحصل لهم الموضوع ده هم الحوامل في البرايم جرافيدز في اول حمل، الحامل في توينز بيبيهين ثلاثه كل ما زاد العدد البيبيهات كل ما الامسس بقى اكتر، اللي حامل في فيزيكولار مول زي ما خدنا الترم اللي فات، والامسس جرافيدارم اللي هو الطبيعي العادي ده ابن الناس بيحصل من الاسبوع السادس لاسبوع 12. تعال بقى للمرض ده، المرض ده اسمه ايه؟ اسمه هايبر امسيس جرافيدارم، يعني بالعربي بيسموه القيء المستعصي اثناء الحمل.
ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل اكسسيف كونتينوس فوميتنج، قيم من اسمه مستعصي، طول اليوم عماله بترجع، اكلت ما اكلتش not related to meals، ملوش دعوه بالاكل. affecting the general condition، تدخل لك ست كده شايلينها وشكلها كده dehydrated خالص، sunken eyes، dry tongue زي ما خدته في الاطفال كده signs of dehydration، inelastic skin، جلدها جلدها مكرمش من شده ما هي عيني عندها dehydration، and loss of body weight not related to the meals all through the day، على مدار اليوم كامل، مش تقول لك انا بصحى برجع مره يا دكتور، لا ده على مدار اليوم كلت ما كلتش برجع، لدرجه تبدا ترجع الاول الاكل، بعدها عصاره صفراء، بعدها عصاره خضراء، بعد كده انتستاينال كونتنت يعني بتاعت الستمك وبتاعت البايل، بعد كده انتستاينال كونتنت من شده ما ترجع كتير، تبدا ترجع وينزل حاجه شويه دم كده بسيط في الفوميتس بتاعتها دي نتيجه تيرز بتحصل في اللور اسوفيجيال بارت او الكارديا، بيقول لك حاجه اسمها ايه بقى الفوميتنج ده بيسموها اللي اوف بلاد، بيسموها مالوري فايس سيندروم WEIS. الانسيدنس بتاع الامسيز نص الحوامل بيرجعوا في اول حمل، 1% فقط هم اللي بيحصل لهم المشكله الكبيره اللي اسمها هايبر امسيز. السبب الله اعلم، كلها نظريات. ايه بقى النظريات بتقول ايه؟ اول واشهر واكثر نظريه اكسبتد هي الاندوكراين ثيوري، الرجي تو اتش سي جي، يعني بيحصل حساسيه لهرمون الحمل اسمه اتش سي جي. وانا بصراحه ماشي مع النظريه دي، ليه؟ مقنعه، بتزيد اكتر القصه دي في التوينز، تزيد اكتر في البرايم جرافيدا، تزيد اكتر في الفيزيكولار مول، كلام سليم. حاجه ثانيه اسمها نيوروز ثيري، يعني ايه؟ ست تبقى مثلا ايه عمرها 38 سنه، مخلفه اربع مرات وما خدتش منع حمل او نسي تاخد القرص بتاع منع الحمل فحملت، unwanted pregnancy، تلاقيها طول النهار عماله بترجع كده وقرفانه من نفسها والعالم كله، ست متجوزه غصب ما كانتش عايزه تخلف وحملت وجارها جوزها، ست هي كويسه وجوزها لطيف بس حابه تنكد على جوزها، تلاقي سايكولوجيكال فاكتور داخل دايما element. عشان كده الري اشورنس مهم. كان مشهور قوي ان استهزأ في الكلمه اللي بقولها دي بس حاجه مهمه قوي، بيقول لك to manage hyper emesis. how to manage hyper emesis by prevention. لو مسكت كل الستات اللي عندهم emesis gravidarum قبل ما تبقى hyper emesis gravidarum مش هيحصل لهم hyper emesis. adrenal cortical insufficiency دي نظريه ثانيه، بيقول لك ايه؟ في نقص في افراز الكورتيزون في جسم الست دي، كورتيزول، وبالتالي لما تديها دواء يحتوي على الكورتيزون الست دي هتقل الالرجي بتاعتها شويه ومش هيحصل لها مشكله. نظريه ثانيه بتقول حاجه اسمها هايبو فيتامينوزس او افيتامينوزس ثيري، نقص فيتامين بي 6، نقص فيتامين بي 1، عشان كده في ادويه عباره عن حقن او اقراص فيها الفيتامينز دي. ايه الكومبليكيشنز بقى؟ تبدا الاورجنز تبوظ، الكيدني يحصل لها فاتي ديجنريشن، الليفر فاتي انفلتريشن، الهارت يحصل له هيموريج او حاجه اسمها براون اتوفي زي البريكلامسيا، البرين ستيم ودي كارثي يحصل حاجه اسمها فيرنكس انكفالوباثي، فيرنكس تنطق زي الفولكس فاجن كده، فيرنكس انكفالوباثي هنشرحها كمان شويه، زي ريجيديتي بتحصل وبيحصل زي كونفالجنس وبتخلص بكوما وديث. من شده الترجيع والحزق الكتير قوي يبدا يزيد الانترا اوكيولر بريشر، يحصل ريتينال هيموريج، ريتينال ديتاتشمنت، اوبتيك نيورايتس، يبدا يحصل نيورايتس، مرض من الامراض الخطيره. انت متخيل ان في ست ممكن تتحجز في الرعايه المركزه نتيجه المشكله دي؟ انت متخيل ان ست ممكن تفقد حياتها نتيجه المشكله دي؟ ما انساش ست 2009 كانت ست عندها انفيرتيليتي مش فاكر 11 وعامله اكزيت، مش هشرح بقى يعني ايه، ده المره اللي فاتت الحقن المجهري وحملت بعد فتره تاخر كبيره، وجت الست وهي ليت ستيج هايبر امسيز بقى لها شهر فوبيا على الناس في العيادات، وفي الاخر خالص بعد ما بدا يحصل لها للاسف اند اورجن دامج جت حاجه زي الست، يا عيني الست دي داخله في كيدني انجري
في الليفر فيلير الست بتموت وهي حامل في توينز. انت متخيل بعد نجاح الاكزي وبندي الثيرد لاين ميجرز اوف مانجمنت اللي هتكلم عنها، انت متخيل قرار ان انت تعمل ترمينيشن اوف بريجننسي قبل ما يحصل ترمينيشن اوف هير اون لايف؟ عشان تعرف الموضوع ده خطير ازاي، لو جت بريزنتد ايرلي كان ممكن ساعتها ننقذ الاطفال دول. الست عاشت ساعتها باعجوبه. احنا بعد الترمينيشن اوف بريجننسي قعدنا كلنا حوالي 4 أو 5 أيام بنبدل عليها في الرعايه المركزه، اللي كان شيفت واللي ما كانش شيفت كان بيجي يقعد في المستشفى ولا حاجه. احنا بندعي ربنا وبندي ميديكيشنز عشان الست دي تقوم والحمد لله عاشت. يوجوالي المشكله بتاعت الست دي بتبدا بامسز قبل ما تبقى هايبر. في السيفير كيس زي ما قلت لك تبقى فيها بايل او بلاد ستيند اللي هو مالوري فايس سيندروم. تعال على الساينز بقى، عندك ويت بلس دي هايدريشن الساينز بتاعتنا. في الادفانس كيسز بتبقى جوندس نتيجه الليفر فيلير، بيحصل لها الفيرمس دراوزنس loss of vision وبتدخل بديسورينتيشن كده وبعد كده تدخل في كوما. ايه الانفستيجيشنز اللي نعملها؟ واحد زي ما قلت لك في الطوارئ سونار نعرف فيه ايه. اللاب انفستيجيشنز اول حاجه في البلاد تلاقي الست عندها هيمو كونسنتريشن. عارف انت في الايتمز بتاعت البلاد كومبليت بلاد كاونت سي بي سي تلاقي الهيماتوكريت عالي، يعني بيحصل ست هيمو كونسنتريشن الترجيع عندها دي هايدريشن. الكالوزس، ليه الكالوزس؟ عشان بترجع الاتش سي ال بيزيد الكرياتينين بيزيد البليروبين. ليه بيزيدوا الاثنين؟ عشان الست بيحصل لها ليفر افكشن ليفر فيلير وكيدني. اليورين تلاقيه بقى قليل اوليجوريك، ازاي هتتبول ومفيش اصلا ميه عندها في جسمها عندها دي هايدريشن. بيحصل لها البومينوريا نتيجه الكيدني بدات تبوظ، كيتونوريا نتيجة الستارفيشن كيتوز الفات. عشان تعرف تطلع طاقة تشتغل من بس بيطلع معاها ايه؟ كيتون بوديز. الكيتون بوديز لما بتزيد تلاقي ريحة نفسها كده عامل زي الاسيتون. هو الاسيتون ده ما هو ده واحد من الكيتون بوديز، تلاقي بدأ ينزل في البول الكيتون بوديز دي فبيحصل حاجة اسمها كيتونوريا اللي هو زي البيتا هيدروكسي بيوتوريك اسيد زي الاسيتون زي الاسيتو اسيتيك اسيد. ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاع الموضوع ده؟ اول واشهر حاجه عندنا في الناس بري كلامس. عشان كده برضو في البري كلامس الديفرنشال دايجنوزس كنت بقول لك الفوميتنج الكتير، الثايروتوكسيكوزس، الهلب سندروم. فاكرينه الهلب اللي قلناه في البري كلامس؟ الاتش اي اختصار لهيموليسيس، ال بي لو بليتلت كاونت، الاي ال اليفيتد ليفر انزيمز، الاكيوت فاتي ليفر ديورينج بريجننسي، الكوليستيزيس ديورينج بريجننسي، كلها ميديكال ديس اوردرز ممكن تموت. الجي اي تي مشاكل في الالم اللي موجود، ابندسايتس، بيبتيك ألسر، كوليسيستايتس، بايلايتس، بايلونيفرايتس، هيباتايتس، ايتس، حاجات كتير قوي اهو في الهيباتوبيلري كوليسيستايتس وهيباتايتس. تاني اخر حاجه بيقول لك ايه بقى؟ مشكله نحسها ان السيمتوم بدا يظهر في الحمل فيلخبطك. الحاله افتكرتها كنا امتياز ساعتها كان بيقول لك ايه؟ ست جايه جرب معاها كل الميديكيشنز، الست دي ما بتخافش. اللي شخصها كان سؤال واحد بس اتسالت الست دي بعد كل الميديكيشنز اللي لفت كتير خالص خالص في العيادات، كان سؤال اتسالها في الطوارئ، سالها وقال لها ايه؟ هو ايه مشكله الترجيع بتاعتك؟ تقول لك الدكتور انا برجع فورا. تايل فوميتنج، ما عنديش احساس الغمامان، ما بلحقش. احنا عامه لما نكون عيانين يعني بالاول بنتعب شويه، بنحس بنوزيا، احس ان انا عايز ارجع، فبقوم اروح جايب حاجه ارجع فيها، يعني نوزيا بروسيدنج فوميتنج. البروجكتايل فوميتنج ده حاجه خطر جدا، بتفكر ايه اللي زود الانتراكرينيال تنشن، ودي من ضمن اسبابه البرين تيومر، ودي حاجه خطيره. ايه المانجمنت؟ شوف السلايد ده انا حاطه سلايد لوحده من شده اهميته. مهم يا جماعه، تلت المانجمنت هو البريفنشن، السطر العبيط ده اللي هو ان في البري اكلامسيا ان انت تمانج الست كويس من الاول، ان انت في الاكلامسيا تبريفنت الاكلامسيا عن طريق البروبر مانجمنت اوف بري اكلامسيا، هنا عن طريق التريتمنت اوف اميسيس جرافيدارم قبل ما تدخل في هايبر. اول حاجه اوعى تنسى هوسبيتاليزيشن،
زي الفرنس اللي من شويه. ليه؟ اديها محاليل كتير، اديها كلوز اوبزرفيشن. انا بركب في الست دي اتنين، بدي فلويد ثيرابي حاجه عشان اكوركت الديهايدريشن، وحاجه نيوتريشن وسبورت للليفر. بعمل ايه بقى؟ مش هي الست دي بترجع كتير نتيجه الاكل؟ يعني بتاكل او ما بتاكلش عماله بترجع، بنسيها الاكل. بقول لها ايه اول ما بتعمل كده؟ بروح كاتبين في وش التذكره على التعليمات الطبيب، ممنوع الاكل او الشراب غير بامر الطبيب المباشر. يعني طبيب المباشر؟ يعني لازم الطبيب، مش بس بالتليفون اقول، لا طبيب مباشر، يعني وانا موجود على راس العيان او الممرضه قدامها، يلا احنا نبدا ناكل ايه النهارده، بقول للست انسي تاكلي او تشربي واحده من الكانيولاس دول، هنديها بيها تغذيتك، بيسموها التغذيه الوريديه. طبعا ده في الستيجز الال سيفير. تي بي ان اختصار لكلمه توتال بارنترال نيوتريشن، اللي فيه كشافه عندنا الرعايه المركزه، طبعا ديبارتمنت هايل وتحفه يعني كبيره جدا عندنا، وفي عندنا كذا اي سي يو في المستشفى، ايميديت كير، وحاجات ليها صله بالقلب، وحاجات ليها صله بمشاكل المخ، وحاجات ليها صله بمشاكل الكدني، حاجه يعني من الاقسام الجامده جدا. بس مش اجمد من النساء يعني، اسم النساء رقم واحد، بعدين الاسام ايه كلها مع بعض جميله كده زينا. ايه تي بي ان ده؟ لما تدخل بقى تشوف تلاقي معلقين كده حاجه زي اللبن، حاجه بيضة كده للعيان. ايه التوتال بارنترال نيوتريشن ده؟ اللي هو المنظر السلايد اللي بقول لك عليه. ديلي كالوريك نيد اللي هو 30 كيلو كالوري بير داي، عليه فلويد. الفلويد ده مكوناته هو المكونات اللي انا عايزها الاساسيه، اللي هو فات، جلوكوز، وبروتين، وعليه الكترولايتس عشان ما يحصلش الكترولايت امبالانس هتموت، وعليه فيتامينز عشان عيانه ما يحصلهاش هايبو فيتامينوز. واهم تو فيتامينز للست دي اللي هو مين؟ بي 1 وبي 6. السايد افكتس ايه؟ ان انت بتدي تغذيه وريديه، يعني تمشي في الوريد ده، مش مفروض ده مكان بيمشي فيه نيوتريانس، فيحصل الست سبسز او يحصل ميتابوليك اند سيركيلاتوري ترابلز، مشاكل ثانيه. Observation بنكتب كده ملاحظة لون القيء، كمية القيء، كمية البول بتجميع بول، يعني كل ما تدخل حمام البول بناخد شوية البول اللي هي بتتبوله، وبنعد نعمل حاجة اسمها خريطة سوائل للخارج وللداخل، كمية السوائل اللي بتتعلق في جسمها وكمية اليورين أو الأوتبوت بتاعها. الفلويد شارت بيسموها فلويد شارت. الدراجز بقى بنمشي على ثلاث حاجات. اول حاجه او كومبينيشن كده بنمشي، مش كل الناس بياخدوا كل حاجه. اول حاجه الانتي ميركس، وده سلايد لوحده هنشرحه دلوقتي بالتفصيل. في ادويه اورال، ادويه اي في، ادويه انتراماسكولار. طبعا هتسالني ازاي اورال وهي بترجع؟ في حاجات بتبقى في وقت الامسس جرافيدارم قبل ما تبقى هايبر امسس الاول، حاجه زي البريدنيزولون اللي هو كورتيزون، وده اللي يمشي مع النظريه بتاعه الادرينو كورتيكال انسفشنسي. الثيامين اللي هو فيتامين بي 1، اصله لو نقص جامد العانه تدخل في فيرنكس انكفالو. ايه الترمينيشن بريجننسي بقى؟ هل ممكن ان انت فعلا تعمل ترمينيشن؟ لسه هحكي لك قصه المساوي بتاع الست الغلبانه دي. يا عيني الست دي على فكره هتلاقي بعد كده spontaneous pregnancy. التيرمينيشن اوف بريجننسي بيحصل لو حصل سيفير افكشن للليفر وكيدني فانكشن، سيفير دي هايدريشن، الفيتال داتا بتاعتها عماله بتسوق. ايه الانتي ميركس الموجوده اللي ممكن بنديها؟ على حسب الاكشن بتاع البروميفازين والميتوكلوبرامايد. الميتوكلوبرامايد ده اشهر دواء اسمه البريمبرين. مشكلته في ايه؟ ان هو بيعمل شويه حاجات اللي هو الاكسترا بيراميدال مانيفستيشن، اللي من ضمنها الترجيع. يعني هو اصلا بيعالج الترجيع، بس ممكن يعمل ترجيع لو اتاخد بسرعه ويعمل مشاكل ثانيه دراوزنس وبتاع ويعمل كومبليكيشنز كتير. ده بيقفل الريسبتور اللي اسمه اللي هو الدوبامين ريسبتور، فبيشتغل بيعمل بقى عكس الدوبامين اجونست اللي خدنا الترم اللي فات، وبالتالي ممكن يعمل هايبر برولاكتينيميا. انتوا عارفين الدوبامين ده بيسموه ايه بقى؟ برولاكتين انهبيتنج فاكتور. فلما تقفله هتزود اسمها سكوبولامين، زي الاسيتايل كلورايد ريسبتور بلوكر ده، مشكلته بس بيعمل اللي هو زي الاتروبين لايك اكشن دراي ماوث. ميكوزين اللي هو الانتي هيستامينك، فده يعمل شويه سيديشن بينيم العيان، فبندي الدوز دايما بالليل، لا خدي القرص وتدخلي نام. حاجه زي الاوندانستيرون مشهور قوي بقى، ده عباره عن دواء كده بيتعلق حاجه اسمها الزوفران،
ده عبارة عن محلول أمبول بيتاخد على محلول أو حاجة بيتاخد عضل بحيث إن هو الزفران ده يمنع الأميسيس، وده من ضمن الأدوية القوية للغاية. ده سيروتونين ريسبتور بلوكر أو بيسموه 5-هيدروكسيتريبتامين ريسبتور بلوكر، ده حاجة مشهورة قوي. مشكلته حاجة بيعمل شوية ديبريشن، وهي أصلا ديبريسد بسبب الترجيع، يعني الدنيا بتبقى لطيفة جدا. عملوا جديد حاجة زي الأوندانستيرون الأورال، أقراص بتتبلع، حاجة اسمها جرانيتريل ولازقة كده على اللسان. الأوندا لينز ده من اسمه أوندا لينز الاسم التجاري، بيشتق دايما يقلب يقرب شوية من الأسماء العلمية اللي هو أوندانستيرون، حاجات بحيث إن تقي إن الست ترجع كتير. ده سنترال ياكتيك. اتفضل، حد عايز يسأل حاجة؟ دكتور، هل ده معناه ان اي واحده يبدا عندها شويه امسس بس سوري بندي بقى ساعتها اورال ميديكيشن، يعني ابدا الدواء احتياطي؟ انا ببدا الاول بورال ميديكيشن، عباره عن اقراص صغيره كده، دي بتبقى بريفرالي اكتنج، بتقلل احساس النوزي عند الست شويه. والله الست بتتكلمك تاني يوم دكتور او تالت يوم، بص يا دكتور انا لسه احساس النوزي موجود عندي، بس انا بدل ما كنت برجع 5 مرات في اليوم بقيت برجع مره. اقول لها ايه؟ يلا كيب اللي انت بتعمليه. ولازم نديها شويه نصايح بقى، النصايح دي اهم الميديكيشن، اللي هو ايه بقى؟ التطمين. كتير قوي كان يقول لك ايه احسن انالجيزيك واحسن ميديكيشن للبيشنت هو البروبر انتي نيتال كير. الدكتور تبقى العيانه متشاله وتعبانه جدا، مجرد ما تيجي تمر عليها في المستشفى تشوفك تبدا تطمن، بتقول لها ايه بقى؟ الاخبار الجميله. بصي حضرتك، الاخبار الوحشه ان الترجيع ده فعلا بدا ياثر على حالتك وتحليل البول بتاعك مش كويس، فاحنا احتمال لو سوقنا عن كده هنتحجز في المستشفى. الخبر الحلو ايه بقى؟ انت عارفه الترجيع ده بيحصل ليه؟ اصل هرمون الحمل عندك عالي، اصل الحمل بتاعك جميل جدا، الحمل ده كويس جدا، فعشان كده حاصل ايه؟ حصل لها حصل هي حصل ليكي اللي هو الهايبر امسيس، فده خبر كويس. فالست تطمن، تبدا تقول لها نصايح لما تصحي الصبح. حضرتك هتبعدي عن نصايح مامتك وحماتك، ايه نصايح الام والحامه لما بتعرف ان الست حملت على طول؟ تصحي الصبح لازم تشربي لترين لبن، لازم تاكلي طبق الزبادي كامل، طبق مش بتاع الزبادي الصغير، لازم تاكلي جبنه وبيض مقلي وبيض مسلوق، وتاكلي بعدها مهلبيه ورز بلبن، حاجات كلها طريه كده تموع نفسك، تاكلي زبده بالمربى، حاجات اللي هي الطريه دي كلها حاجات نوزيتنج، اللي هو انت سليم اصلا واكلت حاجات دي كلها يحصل لك نوزي. امال بنعمل ايه؟ تصحى الصبح تاكل حاجات كلها نواشف، بقسماط من غير سمسم، العيش دكتور احنا مش سامعين حضرتك. ايوه بس دكتور المايك بتاع حضرتك اتعمل له ميوت. مين اللي عمل لي ميوت؟ هو دي تاني مره يتعمل في مؤامره يا جماعه، مؤامره. انا مش عارف والله، عمل ميوت برضه من شويه من نص ساعه كده. كنت بقول ايه؟ هادي يا رب. انا كنت بشرح فين؟ انت سمعتوا لحد فين؟ كنت حضرتك بتقول النصايح اللي هي تاكل نواشف. النصايح بتاعت الام والحما كانوا يروحوا قايلين للست ايه؟ تاكلوا حاجات طريه زي البيض المقلي، الزبده، زي العيش التوست المحمص، زي البقسماط من غير سمسم، زي البسكت المملح، الحاجات دي كلها بتبقى حاجات ايه؟ بتقلل احساس النوزيا وبتخلي الست تبقى افضل. حد سائل هو الكيتوزيس بيحصل ازاي؟ بصوا بقى، الكيتوزيس بيحصل ماستارفيشن كيتوزيس، انا لما ما اكلش من بره ايه اللي بيحصل في جسمي؟ الجسم بيبدا يعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ انيروبيك ميتابوليزم، يبدا يكسر الفات بتاعي ما دام ما عنديش جلوكوز، يكسر الفات عشان يطلع انرجي، يطلع اي تي. الفات ده فيري ريتش سورس اوف اي تي بي، مشكلته الوحيده ايه؟ والفات بيتحرق بيروح مطلع حاجه اسمها كيتون بوديز، اللي هو البيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد، اللي هو الاسيتون، الاسيتو اسيتيك اسيد، الثلاثه دول بيمشوا في الدم ودول حاجات توكسيك، حاجات وحشه.
ويبدا كده ايه يروح باين في نفس اللي هو ريحته بريحه الشخص، يبقى عامل زي الاسيتون، البول بتاعه ينزل فيه كيتون بوديز فيسموه ستارفيشن كيتوزس. خلاص عشان كده بنعمل ايه عشان نشخص لو شخص تعبان او لا؟ بنمسك عينه البول الديب ستيك اللي هو الستيك اللي بندبها في البول ونتاكد هل الست عندها كيتونوريا ولا لا، في كيتون موجود كيتون بوديز موجوده في اليورين بتاعه ولا لا. تمام امتحانات كده بتشوف ساعات في الاورال ايه، واحد ثلاث ايام ما بينامش ما بياكلش ولا بيشرب، ريحته بتبقى زي الاسيتون كده. اتفضل تقولين. هو الورنكس انكفالوباثي بيبقى حاجه ريفرسبل ولا ايرفرسبل لو حصلت؟ لو في الاول ريفرسبل، لو دخلت خلاص حصل افكشن بقى خلاص للبرين ستيم لا تبقى ايرفرسبل وعنا بتموت. دكتور هو انا قصدي الكيتوزيس مش مفروض كيتون بودي بتعمل اسيدوزيس، هي ازاي عندها الكالوزيس في نفس الوقت؟ انا مش فاهمه الحته دي. الكالوز ده في دمها في دم الست، واول اسيدوزيس هي مش شرط يحصلوا الاثنين مع بعض، فاهمه؟ يعني في فرق بين الستارفيشن كيتوزيس الست عندها كيتون بوديز في دمها، وفي فرق بين هي بيحصل لها الكالوزيس نتيجه ان هي عماله بترجع الاتش سي ال كتير. مين اللي يسبق الاول؟ ها ده ولا ده؟ الكالوزيس طبعا عشان هي بترجع اتش سي ال في الاول، بعدين لما بتسوق بتبقى اسيديك ميديا. ها دكتور هو ايه سبب الهايبوكالسيميا في الدايابيتس؟ السبب الهايبوكالسيميا في الدايابيتس انا مش متذكر والله، انا هرجعها واقول لكم. حاضر ماشي شكرا. اللي اتكلمت دي عايزين اللي رمت السؤال ده عايزين نعملها بلوك يا جماعه من جوه. تمام اوكي. دكتور محمد اتفضل يا بيه. اتفضل يا بيه. من فضلك تقول لهم الكوز اوف ديث او دايركت كوز اوف ديث في حاله الهايبر امس جرافيديرم، وإذا كان في علاقة من الهايبر أمس دي والفيتال هارت، يعني هل في علاقة مباشرة باعتبار الهايبر أمس دي عن سبع أسبوع مثلا؟ وعادة الواحد لما بتجيله العيانة وبتبتدي يجيلها فوميتنج وحاجات من دي يبص على الألترا ساوند يلاقي الفيتال هارت بقى إكزيستنج، هل في علاقة مباشرة ولا لا؟ بالنسبة للكوز أوف ديث زي ما قلنا من شويه اللي هو الفيرنكس انكيفالوباثي اللي هو الدايركت افكشن للبرين ستيم، فدي حاجه خطر. الحاجه صح. الثانيه كمان لما بيحصل وورسنينج للفيتال داتا يعني سيفير دي هايدريشن وليفر وكيدني فانكشن تيست افكشن، يبدا يحصل ليفر فيلير ورينال فيلير. عشان كده ده من الكونديشنز اللي هي اللايف ثريتنينج كونديشن اللي لازم نراقبها كويس قوي. ماشي يا باشا. بالنسبه يعني ان احنا لازم نشوف العيانه ولازم نعمل لها الترا ساوند عشان نشخص زي ما قلنا في الاول الريسك فاكتورز اللي هو حاجات فيزيكولار مول، حاجات زي التوينز، الحاجات دي مهمه قوي عشان نعرف نشخصها. طب الكيتون بوديز دي اللي موجوده اصلا في دم الست، فاكرين لو احنا بنشرح في الكاردييك بروبلمز كنا بنقول ايه؟ الناس اللي هم عندهم كيتون بوديز ماشيه في الدم ده ليه دايركت توكس. النهارده احنا بنشرح في الدايابيتس كنا بنقول ليه دايركت توكسيك افكت على الفيتال هارت سيلز، وبالتالي لازم نبقى عاملين بروبر مانجمنت للدايابيتس ديورينج بريجننسي وبروبر مانجمنت للهايبر امسيس قبل ما الست تدخل في ستارفيشن كيتوزيس او الكومبليكيشنز دي. تعبناك النهارده يا دكتور محمد. ربنا يبارك في حضرتك. ده انا والله عشان بس ليلي عندها دور جامد شويه. لا سلام متكتر عادي. بدانا ناخد بارنتر الادويه بقى يعني سنتين ساعتين بقالك بتتكلم، ربنا يكون في عونك يعني. ربنا يبارك في حضرتك الله يخليك يا يلا جود. ان شاء الله على اتفاقنا بقى هنتقابل يوم الاربعاء على خير ان شاء الله. دكتور حضرتك هتشرح يوم الاربعاء. يوم الاربعاء هنقول موضوع الار اتش وهنقول المينوبوز الار اتش انكومباتيبيليتي والمينوبوز، وهندي هنت عن الموضوع اللي هو ثيرد ستيج كومبليكيشن، بدايه الثيرد ستيج كومبليكيشنز ان شاء الله. شكرا لحضرتك ماشي مع الاسئله بتاعه دكتور نادين. شكرا لحضرتك.
Thank you. Thank you.